في مباراة كبيرة مشرفة لكرة القدم المصرية، وبهدف لعلي معلول نجح الأهلي في الفوز بالسوبر رقم 13 في تاريخه أمام بيراميدز. وصل الأهلي تصدره للفرق الفائزة بهذه البطولة عن كل استحقاق وجدارة. أما مارسيل كولر فواصل هيمنته المحلية بثلاث بطولات في 189 يوم ودون أي هزيمة. مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته وجهازه الفني ولاعبيه، وشكرا بالتأكيد لبيراميدز على الأداء. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم فاز النادي الاهلي بكاس السوبر المصري عن الموسم الماضي، فاز على بيراميدز بهدف دون رد، هدف لعلي معلول، هدف من ضربه جزاء في الوقت الاضافي بعد ما انتهت المباراه في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي. ورغم التعادل السلبي في 90 دقيقه او اكثر مع الوقت الضائع، ولكن كانت مباراه ممتعه حاول فيها النادي الاهلي، حاول فيها نادي بيراميدز. تألق أحمد الشناوي وتألق أكثر محمد الشناوي، تألق علي جبر وأحمد سامي في دفاع بيراميدز، وتألق جدا محمد عبد المنعم ومحمود متولي في دفاع النادي الأهلي. وسط الملعب في الأهلي كان رائع، وسط الملعب في بيراميدز كان رائع، وسط الأهلي بقيادة مروان عطية وحمدي فتحي، وهنا كان وليد كارتي رائعا في بيراميدز. خط هجوم هذا الفريق وهذا وذاك الفريق كان هجوم رائع، عشان كده المباراة بشكل عام كانت رائعة، كانت مباراة سوبر حقيقي، كانت مباراة تليق بالكرة المصرية، كانت مباراة محترمة بين الأهلي وبيراميدز. وقبل ما أتحدث عن أي أمور فنية، أشيد جدا وأشكر جدا دولة الإمارات على حسن الضيافة، على حسن الاستقبال، والأهم على حسن التنظيم. تنظيم رائع جدا كما جرت العادة في الإمارات. شكرا لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا أو هذه الاحتفالية الرائعة، احتفالية السوبر المصري. وحاجة كمان، النهاردة واحنا بنتفرج على المباراة دايما، عارف انت كده لما بنيجي نخرج بره مصر نقول ايه لو عندنا حاجات وحشة يا جماعة ما نعملهاش ايه بره، فحصلت مشادة أثناء المباراة، حضراتكم شفتوها كلكم. بصوا يا جماعة، مبدئيا كده المشهد ده مرفوض، مبدئيا كده ما ينفعش ده يحصل لا في مصر ولا في الإمارات، الخناقات دي ما ينفعش تحصل في الكورة، مش المفروض يعني، مش الصح يعني، يعني إحنا مش هنزكيها. ورغم كده، ورغم كده عشان الناس اللي بتبالغ يقول لك ازاي شايف المظهر مش مشرف، ازاي يا جماعه، ايه يا جماعه ما يصحش، يا جماعه مش عارف ايه، لا لا، الخناقات دي او بمعنى ادق المشادات دي، عشان هي ما وصلتش لخناقه يعني، المشادات دي بتحصل في كل واكبر مباريات العالم، بتحصل في مباراه ريال مدريد وبرشلونه، بتحصل في مباراه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بتحصل في مباراه يوفنتوس وميلان، بتحصل في مباراه بوكا جونيورز وريفر بلات، بتحصل في اي حته في الكون، واكتر بكتير واكتر بكتير. فالمناوشات بتاعت الكوره دي بتحصل يا جماعه، يعني برضو مش هنقبر على نفسنا، ما نبالغش يعني، بتحصل. ليه انا قلت الكلمه دي او ليه بدات كلامي بالجمله دي؟ عشان اللي جاي، عشان لما اشيد ما حدش يقول لي يا عم هو انت ما خدتش بالك لما شدوا مع بعض في الملعب، بتحصل. طيب لكن المشهد الرائع كان فين؟ المشهد العظيم كان فين؟ لما محمود متولي سقط بعد نهاية المباراة، وربنا يا رب يشفيه، ربنا يا رب يشفيه، جاله ارتجاج خفيف في المخ في إحدى الكرات اللي كان بيلعبها، بيلعب الكورة يعني بدماغه، محدش خبط فيه كمان، واغمى عليه والكل قلق، جماهير ولاعبين، لعيبة النادي الأهلي حوالين محمود متولي ومعهم بعض من لاعبي بيراميدز، صورة عظيمة، صورة محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية المباراة ورايح على دكة بيراميدز وبيواسي اللاعبين، صورة عظيمة. الممر الشرف اللي عمله النادي الأهلي أثناء تسلم الميداليات لفريق بيراميدز،
صورة عظيمة. فعشان كده بقول لك الشكل كان مشرف. الشكل كان مشرف. ريال مدريد وبرشلونة لو بيلعبوا مباراة في نهائي بطولة مثلا، ولا ريال مدريد واتلتيكو مدريد مثلا بيلعبوا نهائي بطولة في الإمارات، في السعودية، في الصين، في اليابان، في إيطاليا، في أي حتة، ممكن تحصل المشادات دي عادي. يعني بتحصل يا جماعة، أنا ما بقولكمش برضه حاجة غريبة. بتشوفوا أنتوا يعني ياما لعيبة اتطردت، وياما لعيبة اتخانقت، وياما لعيبة زعلت، بتحصل يعني. لما تبقى حالة في المباراة عادي. بتحصل في كل حتة في الكون. بس الصور الحلوة دي هي اللي محتاجين ننور عليها النور. صورة لعيبة بيراميدز وهي واقفة حوالين محمود متولي، صورة كهربا وبيواسي لعيبة بيراميدز، صورة الممر الشرفي للنادي الأهلي لفريق بيراميدز أثناء تسلم الميداليات. عشان كده بقول لك صورة الجماهير النهاردة حلوة، الملعب حلو، تصوير حلو، اللعيبة حلوة، الأجهزة الفنية عملوا مباراة كبيرة النهاردة. عشان كده بقول لك هي مباراة سوبر في كل شيء. نيجي بقى عند النادي الأهلي. الأهلي الآن في أفضل أحواله الفنية والبدنية والمعنوية. ثلاث بطولات محلية، وصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مارسيل كولر بيغرز، مش بيثبت، بيغرز رجله في تاريخ النادي الأهلي بسرعة فائقة. بالمناسبة مارسيل كولر النهاردة ثلاث بطولات مع النادي الأهلي في 189 يوم. تاريخ مارسيل كولر فيه ثلاث بطولات، تاريخه التدريبي فيه ثلاث بطولات قبل الثلاث بطولات بتوع الاهلي دول، يعني النهارده عادل تاريخه كله في 189 يوم. يعني واحنا بنشيد بمارسيل كولر نقول له يا بختك بتدرب النادي الاهلي. يا بختك يا مارسيل يا كولر بتدرب النادي الاهلي. صباح الخير بطوله، مساء الخير بطوله، تصبحوا على خير بطوله. هو ده قدر وحظ اللي بيشتغل او بيلعب في النادي الاهلي. بس يا بختك صحيح، بس انت برضو مدرب كبير. 26 مباراة محلية فيهم 3 بطولات دون أي هزيمة. رقم. وصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو المدرب الذي يدرب في أفريقيا لأول مرة، ما يعرفش أجواء وما يعرفش ظروف في أفريقيا. فأنت بتتكلم على مدرب كبير، مدرب محترم، مدرب قدير، كسب النادي الأهلي، وتحية لمن اختار مارسيل كولر، وتحية لمارسيل كولر إنه عمل حاجة في النادي الأهلي بصراحة. وبص أنا مش هحطه في مقارنات، بس اقعد فكر كده واسرح بخيالك. مارسيل كولر وهو تقريبا واصل لحد دلوقتي ل40 مباراة مع النادي الأهلي محلية وأفريقية، عامل احسن تدوير شفته لفريق محلي من سنوات، مش بقولك للاهلي بس، من سنوات ويمكن في التاريخ، مش ببالغ. بمعنى ايه؟ ان مارسيل كولر هتلاقيه ما قعد القندوسي، فالقندوسي يجي بعد 3 4 5 6 ماتشات ينزل يبقى جاهز، يقعد خالد عبد الفتاح 4 5 6 ماتشات ينزل يبقى جاهز، يقعد ياسر ابراهيم 6 7 ماتشات ينزل يبقى جاهز، يا طاهر محمد طاهر 6 7 ماتشات يبقى جاهز. فانت حسيت انه النادي الاهلي دلوقتي في هذه اللحظه باي تشكيله يقدر يفوز ويقدر يلعب مباريات كويسه. ده شغل مدرب يا جماعه. خلى المنظومه هي اللي ناجحه مش افراد. دي صعبه جدا. مش سهل. مين كان يصدق ان محمد مجدي قفشه لما يقعد على الدكه الاهلي يقدم اداء كويس؟ لحد فتره قريبه الاهلي يتاثر كثيرا بمحمد او بغياب محمد مجدي قفشه. مين كان يتخيل ان اكرم توفيق لما يصاب وبعده كريم فؤاد لما يصاب وبعده طاهر محمد طاهر لما يصاب ان الجبهه اليمنى للنادي الاهلي تبقى جبهه قويه جدا؟ مين كان يصدق ان علي معلول في هذا العمر، في هذا العمر المتقدم في الملاعب يبقى حالته البدنيه دائما جيده؟ مين كان يصدق؟ مين كان يصدق ان حمدي فتحي اللاعب اللي كان بيتسو موسيماني كان بيستخدمه كمدافع ثالث وكان بيأديها بشكل كويس يبقى هو الراجل لاعب الوسط اللي بيشارك دايما مع المهاجم في هجمات خطيرة جدا؟ ده دور مختلف. مين كان يصدق ان حسين الشحات اللي جماهير النادي الاهلي في الصيف الماضي كانت تطالب برحيله يبقى اهم ورقة في النادي الاهلي في الوقت الحالي؟ مين كان يصدق؟ مين كان يصدق ان محمود عبد المنعم كهربا 7 شهور ما بيلعبش كورة ينزل ويبقى واحد من أهم نجوم النادي الأهلي ومهاجمه الأساسي؟ مين كان يصدق؟
كل ده واكثر بكثير شغل مدير فني. شغل مدير فني ده انا ما جبتلكش سيره محمد هاني. محمد هاني اللي هو انا ما اظنش مش فاكر محمد هاني من هو ناشئ حقيقي، من هو ناشئ حقيقي يعني قدم هذا المستوى، ثبات في المستوى، الاستمراريه في المستوى ده، كل هذه المباريات الا مع مارسيل كولر. فمدرب قدير واضحه يعني. هتقولي يا عم لا لسه عنده اختبار دوري ابطال افريقيا، ما هو يعني لو هتحط في مقارنات فمانويل جوزيه خد دوري ابطال افريقيا وموسيماني خد دوري ابطال افريقيا والكابتن حسام البدري والكابتن محمد يوسف، مدربين كتير خدوا دوري ابطال افريقيا مع الاهلي ماشي، بس ده مش تقييم مدرب، ده تقييم لمسيره بقى وانجازات مدرب. لكن مدرب كويس ولا لا، ابصم لك بالعشره ان مارسيل كولر مدرب كبير وعظيم بالعشره في رايي برضو، عشان برضو انت بتسمعني ما تقوليش انت بتفرض عليا رايك ليه، براحتك يعني. في واحد بيشوف مثلا ان بيب جوارديولا اعظم مدرب في العالم، بس واحد تاني يقول لك لا انشيلوتي هو اعظم مدرب في العالم، برضو براحتك، انا بقول لك رايي بس مجرد راي، ورايي مسنود على ادله لسه قايلها لك، مش بقول برضو ايه برمي لك جمله وخلاص. كولر النهارده مكرر بس ايه اقول الكلام اللي في نفسي فيما يخص النادي الاهلي. علي معلول، علي معلول وهو في السنه السابعه له مع النادي الاهلي، السابعه تقريبا، هو 2016 انضم 2016 على ما اتذكر لحد 2023. علي معلول على مستوى التاثير، وركز معايا في الجمله دي قوي، على مستوى التاثير في النتائج وفي تشكيله فريقه وعلى مستوى الاستمراريه في الاداء الجيد، في رايي المتواضع افضل محترف جه في تاريخ الكره المصريه. حقك انك تقول لي لا هو انت وإيمانويل ده ايه وفيليكس ده ايه وفلافيو وجيلبرتو دول ايه واوتاكا ده ايه، حقك، بس ركز في التقييم. انا بتكلم على مدار 7 سنوات انجازات وبطولات في ظروف مختلفة، بتكلم على ظروف فريق، يعني هو مش بيلعب مع فريق الأحلام بتاع الأهلي اللي كان بيلعب فيه فلافيو وجيلبرتو، بيلعب مع فريق طبعا مختلف. على مستوى البطولات وعلى مستوى الاستمرارية في الأداء وعلى مستوى الشخصية، أفضل محترف في تاريخ الكرة المصرية. مش عشان هدف جابه النهاردة، بكلمك على أدائه الرائع. ده علي معلول. محمد الشناوي، وأقف هنا لحظة واحدة. محمد الشناوي أنا وزمايلي وجمهور النادي الأهلي انتقدوه كثيرا في فترات قريبة على مستوى متراجع بعض الشيء، ولما بيخطأ أي لاعب في الكون طبيعي ينتقد، طبيعي نشاور ونقول إنه اللاعب مستواه أقل. في لاعب لما ينتقد ويصل الأمر أحيانا إلى الهجوم عليه من بعض الجماهير ينتهي، يتدمر خلاص معنويا، ينتهي وفنيا مش هيبقى مركز وهتبقى الامور بالنسبه له انتهت. وفي لاعب بشخصيه كبيره زي محمد الشناوي يعود سريعا وفي مواقف حاسمه للنادي الاهلي. مباراتي الرجاء، مباراه السوبر النهارده امام بيراميدز اداء رائع جدا. ده النهارده تصدى لكوره من وليد الكارتي، واحده من افضل التصديات اللي شفتها في الكره المصريه في حياتي. واحدة من دي بقى مش هقدر اكذب يعني، بس واحدة من افضل التصديات هكذا على طريقة ايجار كاسياس في ماتش اشبيليه، في كان ليه لقطة كده صعبة في مباراة الاشبيليه قبل كده في الدوري الاسباني. فالنهارده الشناوي كان رائع، محمد الشناوي كان رائع. بالمناسبة احمد الشناوي كمان كان مميز، يعني احمد الشناوي برضو كان بيمر بمرحلة هبوط في المستوى، بس النهارده احمد الشناوي عمل مباراة كبيرة ايضا. وليد الكارتي النهارده عمل مباراة حلوة جدا، وليد الكارتي مباراة ممتازة من وليد الكارتي في بيراميدز. لاعب آخر عايز أتحدث عنه هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يا جماعة كواليتي يزيد شوية عن كواليتي اللي موجودين في الكرة المصرية أو في الدوري المصري. جودة لاعب كبير، جودة لاعب يلعب في أوروبا عادي جدا جدا، وفي أندية كبيرة في أوروبا وفي دوريات كبيرة في أوروبا. الثقة في النفس، وبالمناسبة الثقة في النفس، بعض الناس تلوم على محمد عبد المنعم احيانا ان هو مغرور. يا جماعه ما هو الثقه مش لازم تبقى غرور، ما هي ثقه، هو واثق من نفسه. المدافع على فكره لازم يبقى واثق من نفسه. سيرجيو راموس، مش بقارن يعني سيرجيو راموس ومحمد عبد المنعم، بس سيرجيو راموس هو اهم مميزاته ايه؟ لاعب رجله على الارض واقف واثق وهو بيروح يخطف الكوره وبيروح يعمل تدخلات وما بيتخضش. اصل المدافع ده لازم يكون عنده شخصيه كبيره، ما بيتخضش وما بيخافش وما بيتوترش،
وتدخلات تبقى قوية مش عنيفة. كل ده بشوفه من محمد عبد المنعم، تدخلات قوية مش عنيفة، ما بيخافش، ما بيتوترش، ما لما في هجمة مرتدة ولا في لاعب سريع ما بيخافش منه وبيجري وعنده السرعة اللازمة. مدافع كبير جدا جدا. خلصنا الفرقة، يجي بقى على الكبير، الكبير قوي، جمهور النادي الأهلي. حاجة تفرح، حاجة مشرفة. أنا فاهم إنه الكلام على جماهير النادي الأهلي أصبح من الكليشيهات. أنا بقول لك جمهور عظيم، جمهور كبير، ما يعني ما معروفة يعني ماشي، أنا وسهلا، ما احنا عارفين إن هو جمهور كبير وجمهور عظيم، بس في كل مرة يبهرك، كل مرة الصورة رائعة، كل مرة الصورة حلوة في مصر وخارج مصر. والنهارده بالمناسبة يعني اللي كانوا موجودين في المدرجات دول جمهور مصر مش بس جمهور النادي الأهلي. عملوا صورة مشرفة لهذه المباراة، صورة عظيمة لهذه المباراة، تضاف للصورة العظيمة اللي بتقدمها لنا دايما الإمارات. يا جماعة مفيش حلاوة كده، ومفيش احترام كده، ومفيش تقدير كده لينا كشعب مصري ولينا كرياضة مصرية. الإمارات دائما تشرفنا وتخلي راسنا في السماء. حسن استقبال، حسن ضيافة، حسن تنظيم، يعني تحس ان هم فرحانين زي ما احنا فرحانين. مش مجرد بس ان احنا بنستضيف مباراة سوبر مثلا في دولة كبيرة زي مصر بين فريقين كبيرين، لا، هم فرحانين بينا كمصريين، واحنا دايما بنبقى فرحانين بيهم وبنتشرف بيهم. شكرا مرة تانية، انا قلت الكلام ده في الاول وبقوله تاني دلوقتي، شكرا لدولة الامارات دائما فوق الراس. يعني معانا عبر الهاتف الان الاستاذ سهيل العريفي، مدير الفعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي. يا فندم صباح الخير، دايما رافعين راسنا ودايما مفرحين، انا بشكرك شكرا جزيلا. صباح النور، انا اللي بشكرك على كلماتك الجميله وعلى كل الاطراء اللي قلته. انت اللي شرفتونا وانت اللي نورتونا وانت اللي اسعدتونا، انت ما تتخيل سعادتنا باستضافه البطوله، ويا رب دايما معانا، ويا رب احنا كل سنه وكل فرصه ان نحن نقدر نلتقي فيكم ونقدر نطلع بهذا الشكل الجميل معاكم. صدقني ان هذا كان اداء الجمهور العظيم اللي حضر، الاجهزه الاداريه والفنيه للفريقين، التنظيم الرائع من ايضا من رده فعل الجمهور وهزيجهم. مباراه كانت اكيد عظيمه في كل شيء، احنا سعداء بشكل ما تتخيله في الصوره النهائيه اللي طلعت عليها المباراه. فالحمد لله هذا فضل من الله، ويا رب يديم علينا هذه الجمعه وهذه المحبه وهذه الاخوه، وان شاء الله دائما مع بعض يا رب. النهارده دخول وخروج الجماهير، حاله الجماهير في الملعب، ابتسامات الجماهير، فكره العائلات اللي موجوده في المدرجات، واضح كمان انه عمليه دخول وخروج الجماهير كانت تتم بشكل رائع جدا. انا دايما كمان بتابع السوشيال ميديا اكتر كمان من القنوات التلفزيونيه عشان اشوف ما وراء الكواليس، الناس كلها فرحانه ومبسوطه. والله صحيح، احنا هذا اهم شيء، هذا هدفنا، ان ابتسامه لكل شخص ياتي الى ابو ظبي العاصمه ليكون سعيد في انه يقضي يومه، الناس تيجي الملعب حتى تغير جو، حتى يكون عندها ترفيه ويستمتعون بالاجواء، فما في شك اليوم يوم اجازه، اكيد الناس حابه انها تحضر تشوف فريقها وفرقها اللي تشجعها وتحبها، سواء كان النادي الاهلي، سواء كان بيراميدز، يشوفوا الكره المصريه، فاكيد هم سعداء اليوم، استمتعوا بالفنان الكبير تامر حسني ايضا، استمتعوا بالاجواء اللي موجوده. الحمد لله الناس سعيده ودخلت سعيده وطلعت سعيده، ويا رب نكون ما قصرنا معاهم، وان شاء الله يكونوا دخلوا مبسوطين وطلعوا مستانسين يا رب. يا رب ان شاء الله. في مشهد النهارده اتخضينا كلنا، مشهد سكوت محمود متولي لاعب النادي الاهلي بعد نهايه المباراه، وانا بتفرج على المباراه اشد جدا بالاسعافات الاوليه اللي حصلت سواء من الجهاز الطبي او بالامكانيات اللي موجوده في ملعب المباراه. المشهد ده بالنسبه لك شفته ازاي يا فندم؟ والله الحمد لله انا معك، احنا دائما نشوف هذه الاجراءات اللي تتم، اكيد هي دائما من وزاره الصحه مشكورين، وفي القطاع الخاص بالتعاون معهم، الحمد لله كانت اصابته ان شاء الله بسيطه. الكل في البدايه وبرده فعل اللاعبين شعرنا ان في مشكله كبيره، لكن لما دخلوا الجهاز الطبي الحمد لله طمنونا وشفناه قام ومشي، وهذا شيء زين وشيء استانسنا عليه الحمد لله، إنه ما في شيء، ويا رب يرجعون بلدهم سالمين غانمين مبسوطين ومستانسين يا رب. طيب النهارده بنتكلم في مباراه واحده للسوبر المصري العام القادم ان شاء الله، اربع فرق على مدار اسبوع يا فندم، ممكن تقول لنا اكثر عن هذه البطوله مستحدثها للسوبر المصري في العام القادم بمشاركه اربع فرق؟ والله صحيح، هم في اصلا كان في اتفاق من فتره طويله
طبعا بفكرة تسويقية للترويج وتكبير، وأن تكون في أكبر عدد من المباريات تقام في أبو ظبي. فاليوم احنا نشوف السوبر في أكثر من دولة كبير مثل الإيطالي، مثل أكثر من دولة يسوونه 4 فرق. فاستحسنوها الأخوة في شركة البرزنتيشن والاتحاد المصري، تم دراستها في الفترة الماضية خلال 2 شهر، إلى أن أعلنوا عنها أمس أنه تم الموافقة عليها أعتقد من الجمعية العمومية حسب ما سمعنا أمس من الأخ سيف الوزيري عضو مجلس إدارة أو رئيس أو نائب رئيس شركة برزنتيشن. فبالتالي إن شاء الله إحنا ماشيين معهم في الإجراءات لغاية ما تتغير اللوائح بشكل رسمي وتطلع بشكل رسمي، وإحنا إن شاء الله جاهزين. وأكبر ويشرفنا أن تكون في 4 فرق على مدار 3 مباريات أو 4 مباريات، بعد ممكن تصير 4 مباريات إن شاء الله. أستاذ سهيل العريفي مدير الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني كالعادة يعني بتشرفونا وكالعادة بتسعدونا وكالعادة حسن استقبال عظيم جدا وحسن تنظيم كبير جدا من دولة الإمارات. طيب جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي مرة أخرى كل الشكر ليكم إن أنتوا ظهرتوا النهاردة بصورة رائعة وبصورة جميلة وبصورة محترمة كعادة جمهور النادي الأهلي. قبل ما اخش على ارقام من هذه المواجهه، ارقام مهمه كمان لمارسيل كولر، واحد من اهم المدربين الاجانب اللي جم في السنوات الاخيره في الكره المصريه، عايز اتكلم عن حاجه مهمه، خبر مهم جدا. منذ عده ايام تحديدا وقت مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، احنا نتحدث عن مباراه الاهلي والرجاء، بنتكلم عن مباراه الاياب وايضا مباراه اياب الترجي وشبيبه القبائل. كنا واقفين هنا ومباراة الترجي وشبيبة القبائل مستمرة، ما كانتش لسه انتهت، وقلت لحضراتكم هنا انه في حالة صعود الترجي لنصف النهائي سيلعب مباراة او سيلعب النادي الاهلي مباراة الذهاب مع الترجي على ملعب رادس دون جماهير الترجي بسبب اعمال شغب جماهيري حصلت في مباراة الترجي وشبيبة القبائل. وتوقعنا هنا بل حسمنا الامر ان الأمور منتهية في هذا الشأن، وأن الكاف سيصدر عقوبات قاسية على الترجي التونسي بحرمانه من جماهيره. النهاردة وبشكل رسمي بعد عدة أيام من الخبر اللي قلناه لحضراتكم، الكاف يعلن حرمان نادي الترجي التونسي من جماهيره على خلفية أحداث مباراة شبيبة القبائل لمدة 4 مباريات مقبلة يكون فيها الترجي صاحب الأرض، يعني الترجي مش هيلعب بدون جماهيره في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا. ده بجانب عقوبة أخرى بحرمان الترجي من جماهيره 2 مباراة غير 4، ولكن مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه؟ يعني لو تكررت أعمال الشغب بعد الإيقاف ب4 مباريات خلال 12 شهر تلقائيا هيتم حرمان الترجي من جماهيره في 2 مباراة أخرى. ده بجانب طبعا ان في عقوبه ماليه قدرها 300,000 دولار على نادي الترجي التونسي. وضيف على ده كمان انه في تهديد للترجي في حاله تكرار اعمال الشغب ممكن يتم استبعاده من البطولات الافريقيه التي يشارك فيها. الجزء اللي قلت لحضراتكم تاكيدا على انفراد رقم 10 ان الترجي لن يلعب بجماهيره في مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. شوفوه ونرجع نكمل كلامنا. الترجي وركز معايا في اللي جاي ده، الترجي وركز معايا في اللي جاي ده. لو زمايلي صحولي حتى لما دخلت الاستوديو كان الترجي متقدم على اتحاد العاصمة بهدف دون رد في رادس في تونس، والترجي كان كسب شبيبة القبائل، والترجي كان كسب شبيبة القبائل ذهابا في الجزائر 1-0. قالوا لي دلوقتي النتيجة بقت 1-1. لو سجل شبيبة القبائل هدف تاني يصعد. فاضل 4 دقايق على نهاية المباراة. واحد واحد. لو شبيبة القبائل سجل هدف تاني يصعد إلى السيمي فاينال لمواجهة النادي الأهلي. حافظ الترجي على هذا التعادل يلعب مع النادي الاهلي في نصف النهائي فريق الترجي التونسي. طيب في قصه
وفي حكاية، ركز معايا فيها عشان دي نقطة مهمة جدا. مش هقول لك انفراد، بس بسرعة عملنا سيرش وإيه وافتكرنا الواقع. يعني الترجي في بطولة أفريقيا 2021 نصف النهائي أمام النادي الأهلي، جماهير الترجي قامت ببعض أعمال الشغف في هذه المباراة لو تفتكروا يعني. بعدها الكاف أصدر قراراته ضد نادي الترجي، وهناك عقوبة واضحة، الترجي سيحرم من جماهيره في مباراتين مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين. لو تكررت أحداث شغب أخرى يتم تطبيق هذه العقوبة. جماهير الترجي الآن تأجلت أو تأجل بدء الشوط الثاني في مباراة شبيبة القبائل حوالي 40 دقيقة بسبب أعمال شغب من جماهير الترجي التونسي، واقعة سليمة واضحة. وبالتالي طبقا لقرار الكاف من عامين تحديدا في شهر 7/2021، طبقا لقرار الكاف مرة أخرى اللي هو حرمان نادي الترجي من جماهيره على ملعبه لمباراتين مع إيقاف التنفيذ، ولو تكررت الواقعة خلال عامين اللي هي أحداث الشغب، يحرم الترجي من جماهيره من مباراتين تلقائية طبقا لهذه العقوبة. وبالتالي لو الأهلي واجه الترجي، المباراة خلاص فاضل لها دقيقتين وغالبا هيواجه فريق الترجي، هيلعب النادي الأهلي في رادس دون جماهير الترجي. مرة أخرى لو الأهلي واجه الترجي في نصف النهائي، يلعب النادي الأهلي مباراة الذهاب اللي هتكون يوم 12 مايو في تونس دون جماهير الترجي. لابد أن يضغط الأهلي سريعا في هذا الأمر، وهي أصلا هي مش محتاجة كمان ضغط، هي عقوبات معلنة ما فيهاش هزار. يعني لو تسألني أنا ما أحبش أبدا أي مباراة تكون من غير جماهير، بس لو تسألني على مصلحة النادي الأهلي فطبعا لما الأهلي يواجه الترجي وهو محروم من عنصر مهم جدا وهي جماهير محترمة جدا وقوية جدا جماهير الترجي، فأكيد في أفضلية للنادي الأهلي، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا عايزينه إن شاء الله. فدي نقطة هتفيد النادي الأهلي كمان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. أول ما الترجي يا جماعة، بس أنا بكلم زمايلي في الكنترول، أول ما الترجي المباراة تنتهي قولوا لي عشان نأكد على المعلومة مرة أخرى. بص أنا عايز أقول حاجة بس مهمة جدا وقلتها قبل كده شخصيا وأكيد حضراتكم، يعني مفيش حد يحب إن تبقى المدرجات خاوية، ومفيش حد يحب إنه تلعب مباريات دون جماهير، مفيش الكلام ده. جماهير الترجي فوق الراس، والجماهير التونسية جماهير بالتأكيد عظيمة ومساندة رائعة. إحنا هنا نتحدث عن حكم المصلحة الكروية فقط. نادي الأهلي يلعب دون جماهير الترجي في رادس، أكيد هنا أفضلية للنادي الأهلي، غير لما الترجي يلعب وسط جماهيره العظيمة في ملعب كبير زي ملعب رادس. فهي بس حكم المصلحة الكروية الفنية، طبيعي نميل للنادي الأهلي في هذه المصلحة. طيب النهاردة بصراحة شديدة في مباراة السوبر، كابتن محمود البنا وجهازه المعاون، أنا دايما لا أتحدث عن الحكام ولا أقيم حكام، ودايما أترك هذا الأمر لخبراء التحكيم دايما، بس النهاردة الشكل كان حلو، قرارات مهمة، قرارات ذكية، قرارات حاسمة، والأهم هدوء في الملعب. المباراة تبقى هادية هو هادي، المباراة تتوتر هو هادي، المباراة فيها أزمات هو هادي، زيه زي الأجانب ويمكن أفضل كمان. والله ما ببالغ، ما أقصدش يعني الجمل الشهيرة اللي هي بتاعت إيه حكامنا بخير وحكامنا أحسن لا، هو ده واقع يا جماعة، إحنا شفناه النهاردة، وارد يكون فيه أخطاء. ما قلت لك أنا مش هحلل التحكيم أو مش هحلل أداء الكابتن محمود البنا النهاردة، بس هو في الآخر أخرج المباراة إلى بر الأمان، إلى بر الأمان. وبالمناسبة كمان، ودي لقطة برضو زي ما قلت لك أنا مش خبير تحكيم، بس عجبني جدا في ضربة الجزاء إن هو حسبها. في حكام تانيين في أوقات حساسة زي دي
يقول لك ايه، لا يا عم استنى انا مش هحسبها، ولما الفار ينده ابقى اروح اشوف واقول اصل انا اتاكدت فحسبتها ضربه جزاء. لا، بس هو حكم كبير، والحكم الكبير ياخد قراراته في الملعب دون انتظار الفار. فتحيه للكابتن محمود البنا، وتحيه لطاقم التحكيم بالكامل، سواء طاقم التحكيم المصري في ارض الملعب او طاقم التحكيم الاماراتي في غرفه الفار. معانا الان عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنه الحكام المصريه. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا، واداء تحكيمي كان مشرف النهارده. صباح الخير يا كابتن كريم، انا بشكرك جدا طبعا، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين والمتابعين. والحقيقه بشكر حضرتك على الكلام الجميل المحترم اللي حضرتك قلته، ودايما يا رب كده مساندين لينا في القرارات الجميله، والتحكيم المصري دايما بخير زي ما حضرتك قلت. انا لا هاخد منك الجمله بتاعتك، التحكيم بخير، الحمد لله التحكيم بخير يا كابتن كريم، وبالتوفيق دايما يا رب لكل حكامنا في كل ما هو ات ان شاء الله. يعني شفت النهارده المباراه تحكيميه ازاي يا كابتن توفيق؟ انا لا اتحدث كمان مع نائب رئيس لجنه الحكام فقط، ولكن اتحدث مع خبير تحكيمي كبير. انا 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 شفت المباراه يعني خلينا نقول حاجه، احنا يعني لجنه الحكام الرئيسيه مستر بريرا، كابتن محمد فاروق، وانا وجميع اعضاء لجنه الحكام، حتى الموظفين اللي موجودين معانا الاداريين اللي شغالين، كلهم مشاركين الحقيقه في القرارات. يعني اذا كان في نجاح بينسب للجنه الحكام او التحكيم المصري فهو للجميع مش لاشخاص بعينهم. يعني حضرتك لخصت كل اللي انا كنت ممكن اقوله يا كابتن كريم في المقدمه اللي حضرتك قلتها. قلت حكم على اعلى مستوى من اليقظه، طاقم التحكيم بالكامل كان على اعلى مستوى الحقيقه. شيء طبيعي، مباراه كبيره جدا، يعني مباراه بعد مباراه الكاس مصر اللي كان برضو مباراه مهمه جدا، ان احنا بنلعب بطولتين، حكامنا المصريين المحترمين الاكفاء بيلعبوا بطولتين ورا بعض. يعني في انديه، في نادي من الانديه بيرفع كاس في البطوله، فدي مباراه تبقى صعبه جدا. فالحمد لله رب العالمين، احنا كلنا راضيين كل الرضا عن اداء الحكام في المباراتين، والنهارده كمان المباراه تحديدا بما ان احنا اللي بنتكلم عليها، اداء اكثر من رائع من طاقم التحكيم بالكامل حتى بحكام الفار. اعتقد ان كانوا على موعد مع النجوميه زي ما بيقولوا في التحكيم. يعني صحيح، لقطه واحده بس ولم تؤثر في نتيجه المباراه، هل فعلا استحق علي جبر انذار ثاني وطرد في هذه المباراه بعد لمسه يد على حدود منطقه الجزاء؟ شوف، هو هنا وجود يعني في طبعا بعض المحللين المحترمين اللي انا بكمل لهم كل احترام والتقدير، هي كل واحد فيهم حسب رؤيته، لكن هو احنا هنا لازم نفكر، ومحمود شاف ايه؟ عشان يعني هل محمود شاف ان ده ممكن يكون في لعب على المرمى، هل في هجوم واعد، هو ممكن ما يكونش شاف كده من وجهه نظره. فانا يعني اسمح لي ان انا هتحفظ ان انا اتكلم في العاب فنيه، لاني طبعا انا عملت طبعا مداخله مع حضراتكم، وده شرف ليا. ده شرف ليا يا فندم. لا، ولو حضرتك طبعا تتحفظ، ده شيء مقبول خالص. بالعكس، انا فاكر كان عند حضرتك راي حاسم في هذا الامر، ممكن يعني يجنمنا التحليلات التحكيميه في هذا الامر. انا الحكم بتاعي انا بمشي معاه، لان انا من نفس الطاقم اللي كان موجود في المباراه النهارده، فمش هتكلم في العاب فنيه. لكن شرف ليا زي ما قلت لحضرتك ان انا بتكلم مع حضرتك في القناه المصريه العظيمه بتاعتنا، طبعا القناه الاولى. طيب كابتن توفيق، في شيء مهم كمان حابب اسال حضرتك عليه، هل موضوع تثبيت الحكام المصريين في المباريات الكبيره هيستمر في المباريات القادمه، ولا ممكن نشوف تغيير ويعود تاني مره اخرى الحكم الاجنبي؟ طالما لجنه الحكام الحاليه بقياده مستر بيريرا موجوده، والكابتن محمد فاروق وتوفيق السيد وجميع الاعضاء وجميع الناس، طاقم اي مباراه هامه هيحكمها طاقم التحكيم المصري. خلينا نقول، انا عايز اقول حاجه يمكن حضرتك مش عارف تعرفها ولا لا. اتفضل. ان محمود النهارده هيغادر الامارات، بكره الصبح هيطلع على تنزانيا. صحيح. عنده دور قبل نهايه الكونفدراليه. طبعا عارفين يا فندم. يعني بص، امبارح بكره لما تشوف محمد معروف هو وعمرو الشناوي مسافرين كاس العالم للشباب في الارجنتين. اذا احنا هنا حكامنا العالم كله النهارده، الاتحاد التونسي للمره يمكن ال 15 ولا ال 20 بيطلب مني طاقم تحكيم، طلب حكمين الفار، عشان انا ما كانش عندي حكام متاحين ان انا محتاجهم في مسابقتي، فبعت طارق مجدي ومحمود عاشور حكام الفار. يعني جميع الدول سواء الافريقيه وسواء العالميه والفيفا والاتحاد الدولي والفيفا والكاف والاتحادات المحليه بيطلبوا حكامنا المصريين. اذا هنا لابد ان احنا نكون عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في التحكيم المصري. حضرتك زي ما انا قلت وقررت حضرتك ان هنا النهارده اداء محمود البنا رد قاطع على الاستعانة بحكام اجانب الحقيقة. يا رب دايما تفضل او يفضل حكامنا المصريين هم اللي في الصورة، وهم اللي على الساحة بعيد عن فكرة استدعاء حكام اجانب. اخر حاجة بقى، في وسط الافراح العظيمة دي على الاداء التحكيمي تحديدا النهارده، هل ان شاء الله باذن الله يا كابتن توفيق نشوف حكم ساحة مصري موجود في كأس العالم 2026؟
ان شاء الله باذن الله. البدايه ان محمد معروف هيلعب بطوله كاس العالم للشباب في الارجنتين بتاع دون 17 عاما. اعتقد ان شاء الله وبنسبه كبيره محمد مرشح وبقوه لاداره تحكيم مباراه كاس العالم ان شاء الله 26. يا الله حلو، يا رب يا رب ان شاء الله. كابتن محمد معروف باذن الله. اه طبعا باذن الله ان شاء الله. ده خبر عظيم باذن الله، باذن الله ان شاء الله ينجح في ده. كابتن الكبير كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنه الحكام المصريه، انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك على بشكرك بالنيابه عن الجماهير المصريه على طاقم تحكيم مباراه اليوم، الطاقم اللي قدم مباراه ببراعه كبيره جدا وباداء مشرف جدا. طيب نروح للارقام، ارقام مباراه اليوم، ونبدا بمارسيل كولر. مارسيل كولر خلال 27 عام تدريبي قبل الوصول للنادي الاهلي كان عمل ايه؟ تعالى اوريك. حقق ثلاث ألقاب، هي الدوري السويسري مع سانت جليان موسم 1999-2000، الدوري السويسري مع جراس هوبر موسم 2002-2003، وكأس سويسرا مع بازل موسم 2018-2019. تعال بقى شوف مع الأهلي في 9 شهور عمل إيه؟ 3 بطولات برضو، سوبر مصر 2020-2021، كأس مصر 2021-2022، السوبر المصري 2021-2022. في 9 شهور 3 بطولات اللي عملهم في مسيرته كلهم، حاجة عظيمة. طيب أرقام بقى مارسيل كولر مع الأهلي على مدار الموسم الحالي، تعال شوف. لعب 40 مباراة، ده كل البطولات، لعب 40 مباراة، فاز في 29، تعادل في 7، خسر في 4، سجل 80 هدف واستقبل 29 هدف. خسر في 4 أفريقيا، ما هو ما خسرش ولا مباراة محلية. طيب نروح لنادي بيراميدز. بيراميدز اللي في 5 أعوام لم يفز ببطولة حتى الآن، وتحدثت معكم عن بيراميدز وهكمل كلامي عن بيراميدز بس بعد ما أقول لكم الأرقام دي. 2019 خسارة كأس مصر أمام الزمالك، 2020 خسارة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، 2022 خسارة كأس مصر أمام النادي الأهلي، و2022 خسارة السوبر المصري أمام النادي الأهلي. وهنا هقف قليلا عند نادي بيراميدز الذي يستحق من الجميع كل التحية والتقدير، كل التحية والتقدير. فرقة من 3 أيام كان مودع دوري، مودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فرقة لسه خسرانة قبلها نهائي كأس مصر من النادي الأهلي، حالة فنية وبدنية مش في أفضل شيء، حالة معنوية طبعا مش في أفضل شيء، ورغم ذلك وافق على المشاركة في مباراة السوبر المصري، وافق على إخراجها بشكل مشرف لكرة القدم المصرية، لعب بشرف ولعب بحماس شديد جدا لحصد البطولة، خلانا نشوفه الشريك رئيسي وأساسي في متعة هذه المباراة وشكلها المشرف، وبالتالي استحق بيراميدز كل التحية والتقدير. على مدار 5 سنوات لم يفز بيراميدز حتى الآن ببطولة، تحدثت في هذا الأمر من قبل وقلت أنه بيراميدز في عملية البناء، عملية بناء الفريق، عملية بناء الفريق ما تعملتش تدريجيا، مش فريق في شباب وفريق فيه لاعبين صاعدين ولاعبين عندهم طموح وإصرار على فوز ببطولات، لا هو بيراميدز لما جه يبني قال لك انا هجيب نجوم الدنيا، هجيب افضل اللاعبين في مصر وخارج مصر. عادة الامور دي مش بتنجح، بس بيراميدز كنادي لا، عمل حالة في الكرة المصرية، اضاف للكرة المصرية طبعا. بقيت تستنى مباراة الاهلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز، بيراميدز بقى منافس اساسي دايما للاهلي والزمالك على كل البطولات، حتى لو مجرد منافس فده نجاح. مين كان بينافس الاهلي والزمالك على فترات طويله؟ مفيش. كان الاهلي والزمالك يبقوا في الجدول 2 فوق كده لوحديهم والباقي كله تحت، الا استثناءات يعني، شويه الاسماعيلي يخش، شويه المصري يخش، مصر المقاصه في السنه استثنائيه يخش، استثناءات. لكن العادي كان الاهلي والزمالك لوحدهم بيلعبوا لوحدهم في الدوري. اهو بيراميدز دخل زق، وبعديه دخل فيوتش، وبعديه تخش انديه، مفيش مانع، بس المهم يكون النادي تأسيسه كرويا معمول بشكل علمي وشكل ذكي. واتمنى ان بيراميدز يعدي من اوضاعه دي في الفتره اللي جايه، واعتقد هو تعلم الدرس على مدار 5 سنوات، وفي كل الاحوال زي ما قلت لكم كسبنا نادي في مصر يضيف لكره القدم المصريه بكل تاكيد. طيب معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن محمد عبد العظيم عظيمه، المدرب العام الاسبق للنادي الاهلي والمدير الفني الحالي لنادي النصر العماني، يقول لنا رايه في مباراة اليوم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك يا كريم، وانتوا كمان مشرفيني، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده ان شاء الله. شفت المباراة النهارده ازاي وفوز النادي الاهلي بالسوبر رقم 13 في تاريخه؟ اه طبعا
طبعا كان طبعا كنت مستني النهارده المباراه، كانت مشوقه جدا جدا. النادي الاهلي طبعا بيحاول ياخد بطوله زياده في دولاب بطولاته. بيراميدز عايز برضه يحرز اول بطوله، خصوصا ان هو خسران من حوالي شهر برضه نهائي مع النادي الاهلي. فكان طبعا الواحد بيفكر ازاي يتعامل كولر ما يتعامل كولر وباتشيكو. انما اللي انا شفته النهارده كانت نديه وقويه، من فتره برضه ما شفناش مباريات زي كده، غير كان مباراه 3-2 كانت اول سوبر اتلعب في الامارات ساعتها بين الاهلي والزمالك، كانت مباراه برضه مشوقه كلها نديه. النهارده برضه نفس الكلام، برضه كانت مباراه كويسه. الاهلي في البدايه كان متحفظ في الشوط الاول، وطبعا ما جاتلوش فرص كتير. البيراميد كان مستحوذ في الشوط الاول على المباراه، وراح لو هات مرمى النادي الاهلي. الشوط الثاني الاهلي بدا في الهجوم وتقدم من الامام، وبيراميد تراجع شويه في الشوط الثاني. الناحيه البدنيه بالنسبه لبيراميد مش احسن حاجه، بدليل كان في شد عضل مصطفى فتحي واحمد سابي وابراهيم عادل، وده طبعا يعني اثر على الفرقه بشكل عام. واكيد يعني الحاجات اللي بتحصل، الامور البدنيه او الضعف البدني في الشوط الثاني ده بيأثر برضو على الشوط الاضافي. فشفنا النادي الاهلي سيطر على الاشواط الاضافيه وفعلا احرز هدف، وكان ممكن يحرز هدف ثاني وفاز بالبطوله. صحيح. عايز اسال حضرتك، اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل. انا كنت اسالك على رايك في اداء مارس الكره مع النادي الاهلي خلال الشهور القليله الماضيه. تقييمك، شايف الصوره عامله ازاي؟ شايفه مدرب عامل ازاي؟ ناجح، هيستمر في هذا النجاح مع النادي الاهلي ولا لا؟ لا طبعا كولر عامل شغل كويس جدا جدا مع جهازه الفني على مستوى عالي طبعا. والراجل في كل البطولات اللي اشتغل فيها شغال فيها كويس جدا، واخد بطوله السوبر، واخد بطولة كاس بطولتين، واصل لرابع. نعم بطولتين كاس قبل نهائي افريقيا، بطولتين وقبل نهائي افريقيا كمان. اقترب بنسبة 90% برضه لبطولة الدوري. شغال راجل هادي جدا، بيتعامل بهدوء مع جميع المباريات، وطبعا بيتعامل مع كل ملف لوحده. كان ملف افريقيا بيتعامل معاه يعني افريقيا، محليا برضه بيتعامل معاه محليا، بيعرف يتعامل وبيلقى التوليفه الجيده للاعبين حسب كل مباراه، ودي حاجه كويسه جدا جدا شايفه يعني. وان شاء الله ربنا يوفقه، والنادي الاهلي يفوز طبعا بالدوري السنه دي لان هو الاقرب، مع طبعا مع احترامنا لجميع الانديه. انما انا شايف ان النادي الاهلي هو الاقرب يعني الفوز ببطوله الدوري. بنتمنى طبعا النادي الاهلي يفوز ببطوله افريقيا زي هو ما معودنا، ويلعب كاس العالم الانديه. في كمان كولر برضه واخد رابع كاس عالم، دي برضه نتيجه كويسه طبعا. يعني الراجل بدا يحفظ، يعني بدا يحفظ المينتاليتي بتاع الشعب المصري والجمهور المصري واللاعب المصري، فدي حاجه كويسه جدا جدا. وانا شايف ان هو يعني على في يعني في 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 نجاح تصاعدي. في البدايه طبعا كان في يعني في البدايه كان بيدي كان في فتره دراسه صح يدرس فيها الامور يعني في النادي الاهلي وكجمهور والكنادي كفلسفته والحاجات دي كلها. انما دلوقتي هو اعتقد ان هو بدا يحفظ وبدا يعني يعرف يتعامل جيدا يعني مع الاجواء اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب مين اكتر مصر والكره المصريه والافريقيه طبعا بطل. مين اكتر لعيبه لفتت نظرك النهارده مستواهم كان جيد؟ طبعا بالنسبه للنادي الاهلي في الشناوي هايل هايل، طلع كورتين يعني يعني بطوله. في متولي كان كويس جدا، في عبد المنعم كان كويس، في حمدي فتحي برضه كان كويس. حسين الشحات نزل برضه، وكهربا قدر، حسين الشحات لما نزل برضه قدر ان هو يعمل صلصله شويه في دفاع نادي بيراميدز. من بيراميدز انا شايف كان في احمد سامي كويس جدا، مصطفى فتحي، في ابراهيم عادل برضه كان كويس. انا برضه كنت ما نزلش توري، يعني ما رضيتش ما نزلش توري مثلا من بدايه المباراه. في كمان يعني دول اللي انا شايفهم كانوا كويسين جدا جدا. انما انا برضو يعني انا مش عارف ليه توري ما بداش، يعني انا برضو يعني علامه استفهام ليه باتشيكو ما بداش بتوري. لعيب كويس جدا، من احسن الناس اللي بتعمل استحواذ في افريقيا. لعيب هايل 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 يعني. فكل واحد برضه ليه وجهه نظره وليه فلسفته.
انما غير كده ان هم عملوا مباراه كويسه جدا جدا. مباراه فريق بالكره المصريه بصراحه. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن محمد عبد العظيم عظيمه المدير الفني لنادي النصر العماني، قبل ما اختم مع حضرتك عايز اسالك على شغلك والفريق ماشي ازاي، فريق النصر العماني في الفتره الحاليه. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا انا اشتركت في عمان قبل كده، كنت ماسك منتخب الشباب وكنت مشرف على الاولمبي فتره من الفترات من، وبعد كده جيت مسكت نادي ظفار. ظفار اللي هو يعتبر زعيم الكره العمانيه، والحمد لله بفضل الله خدت معاهم دوري بدون هزيمه، وعملنا يعني وعملنا 66 يعني المستوى غير مسبوق من حيث تجمع النقاط. بعد كده وخدنا معانا الكاس، والحمد لله بفضل الله برضه عملنا ان احنا كنت افضل مدرب في عمان، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا، والجهاز اللي كان شغال معايا الجهاز الفني والاداري والطب وكل الناس. وفي الفترة الأخيرة من حوالي 3 شهور بالظبط أو 4 شهور كلمنا رئيس نادي النصر، لأن هم كانوا للأسف يعني كانوا في وضع يحزن عديد، كانوا بينافسوا على البقاء، كان عندهم حوالي 6 نقاط بس، وكانت الأمور صعبة جدا. طيب. واتكلم معايا والراجل قلت له ماشي أوكي، بس في شوية حاجات لازم نعملها كده الناس تثبت اللي أنا عايزه يعني، واشتغلنا في الفترة اللي فاتت بشغل جامد جدا وقوي جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا، وفضل 4 ماتشات على نهايه الدوري، واحنا الحمد لله رب العالمين بقينا في المنطقه الدافيه، بعدنا خالص عن الموضوع الهبوط ده خالص يعني. نادي النصر نادي كبير صاحب بطولات وصاحب تاريخ، وان شاء الله رب العالمين في الفتره اللي جايه نقعد يعني هم عايزين يقعدوا معايا عشان نعمل برنامج مستقبلي للفرقه في السنه الجايه، فان شاء الله رب العالمين انا بفكر وهم يفكروا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله. انما غير كده انا سعيد جدا طبعا ان انا موجود هنا في عمان، شعب طيب جدا، لاعبين على مستوى عالي برضو، ويعني الحياه جميله هنا برضو. نتمنى لك يا رب كل التوفيق دايما كابتن الكبير كابتن عظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا المدرب العام الاسبق للنادي الاهلي. طيب نروح نكمل ارقامنا النهارده. جيبا شيكو المدير الفني للبيراميدز النهارده بيخسر النهائي الثالث امام النادي الاهلي، طبعا الاول نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مع نادي الزمالك، ونهائي كاس مصر 2022 مع بيراميدز، ونهائي السوبر المصري 2022 مع بيراميدز، وان كان بصراحه في الثلاث مباريات بالمناسبه يعني عمل مباريات كبيره امام النادي الاهلي، سواء مباراه الزمالك والاهلي نهائي القرن او مباراتي الاهلي مع بيراميدز في نهائي كاس مصر والسوبر المصري. مارسيل كولر النهارده بعد المباراة بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز قال ان احنا بنمر بفترة قوية على صعيد ضغط المباريات، وقال ان ميزة امتلاك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى متقارب، وقال ان ده بيسمح للفريق بالتغيير والمدورة دون اي تأثير على مستوى الفريق، وده شايفينه واتكلمت عنه في بداية الحلقة، وقال ان احنا النهاردة لعبنا مباراة امام فريق قوي للغاية، ورأينا ذلك في نهائي كأس مصر أيضا، تحدث أن بيراميدز كان يملك فرص التسجيل ولكن فريقه كان أكثر توفيقا اللي هو النادي الأهلي. قال أن جماهير النادي الأهلي بعد الاحتفال ببطولة بتريد البطولة التالية، وما كنتش عارف ده ولكن تأقلمت مع الوقت، ونريد التحضير جيدا وإخراج اللاعبين من حالة الإرهاق. قال كمان أن احنا عندنا مرحلة حاسمة في كل البطولات اللي بننافس فيها في الوقت الحالي، وانه بيرغب في الفوز بكل البطولات، وكل البطولات اللي حصلت عليها حسب تعبيره مثل اولاده، وان فلسفتي في اي بطوله ابدا فيها السير خطوه بخطوه حتى تحقيق المطلوب. حلو يا عم كولر، حلو يا عم كولر انك بدات تعرف سريعا جدا انه جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي ما بتشبعش بطولات، عايزه تاخد بطوله النهارده وبطوله بعد ساعتين. يعني خلصوا السوبر النهارده هيسالوك الصبح فين البطوله اللي بعدها؟ الصبح، مش هيسيبوك اسبوع. مش كان في مدربين بييجوا يقول لك لا انا ما كنتش فاهم الكلام دوت، والموضوع ده ضغط عليا، والموضوع ده ما ينفعش، وما فيش مدرب يستحمل كده. كويس ان انت ايقنت او فهمت ده سريعا. طيب معانا
عبر الهاتف من الإمارات زميلنا المميز جدا هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، يقول لنا كواليس ما حدث ما بعد المباراة وتحديدا الموقف بالنسبة لي محمود متولي. يا هاني مشرفني ومنورني حبيبي يا كريم، سعيد دايما اني بكون معاك. اخبارك ايه؟ قول لي الاجواء ما بعد هذه المباراة. كله تمام الاجواء. ابدا بس قبل الاجواء انت ذكرت في مقدمتك ان كولر بيقول لك الصبح الصبح تاني يوم بيطلبوا البطوله جديده. صح. لا ده هم بيحتفلوا بالسوبر يعني. كانش لسه اللعيبه اصلا احتفلت اطمنوا على متولي قالوا افريقيا ابطال قلب المدرجات على طول ما استنوش للصبح. ايوه جمهور ما بيهزرش بصراحه، الله يكون في عون طبعا اي حد بيدرب النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، بس برضه هم محظوظين بالجمهور العظيم ده يعني. طبعا سر انتصارات كتير للنادي الاهلي، وكولر مدرب يليق بشخصيه النادي الاهلي لانه تفاهم الوضع سريعا، حتى كلامه في المؤتمر الصحفي كان واضح وكان عارف ازمات النادي الاهلي في الفترات السابقه. كان اتكلم عن التدوير، قال لك انا معايا 34 لاعب كلهم زي بعض، كلهم ثابتين، كلهم يقدروا يلعبوا في اي وقت، ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي. بالنسبه لمحمود متولي اللي هو كان يعني اللي كان هيعاكن اليوم كله او يضايق الناس كلها، الجماهير المصريه كلها بمختلف ميولها، كان اتخبط كده في خلف راسي وسقط في ارض الملعب، لكن الحمد لله جاله شبه ارتجاج كده في المخ، وهو في اللحظه اللي بكلمك فيها متواجد في احدى المستشفيات القريبه من فندق الاقامه للخضوع لبعض الفحوصات قبل التوجه الى مطار ابو ظبي للعوده. البعثه هترجع ان شاء الله النهارده الفجر الساعه 5 الفجر باذن الله بتوقيت الامارات. الحمد لله ان شاء الله يقوم بسلامه ويكون راجع مع الفريق بسلامه الله. النهارده نادي بيراميدز بعد المباراه ان هو هيقدم احتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم المباراه. ليه؟ احنا يمكن على الشاشه التلفزيون شفنا المباراه الى حد كبير تحكيميا مشيت بشكل مميز جدا. بالفعل انا بعيدا عن بعض الاشتباكات اللي حصلت وبعد بتحصل انا قلت انها بتحصل مرفوضه بس بتحصل، تحكيميا المباراه ما كانش فيها اي اخطاء مؤثره طبقا للي شفناه واحنا في ارض الملعب. اعتقد التحكيم النهارده قدم مباراه مميزه، لكن نادي بيراميدز شايف ان هو كان عنده بعض المشاكل النهارده مع التحكيم، وقال لك ان الحكم ما حماش لعيبتنا وساب لعيبه المنافس يقصد بها النادي الاهلي ان هم يتعمدوا الخشونه مع لعيبه بيراميدز دون اي بطاقات صفراء او حمراء، وكان شايفين ان ضربه الجزاء محتاج يرجع فيها الحكم لتقنيه الفار، لان بحسب كلامهم هي مش ركله جزاء بالنسبه لكلامهم. وبالتالي الكابتن هاني سعيد انتقد التحكيم يعني وقال ان ممكن نقدم شكوى خلال الايام المقبله لاتحاد الكره، وده كان كلام باتشيكو في المؤتمر الصحفي، ما قالش صراحه لكنه لمح لكده وقال لك دلوقتي انا عرفت ليه نادي الزمالك اعتذر عن المشاركه، وكمان اتكلم عن فكره ان هو مش عايز يهاجم يتكلم عن التحكيم عشان ما يدخلش في مشاكل مع اتحاد الكره، لكن في النهايه الاهلي فاز بالسوبر والمباراه مرت بسلام لولا بعض يعني المشاهد اللي ما كناش نتمنى انها تكون موجوده وما خدتش اوقات طويله، لكن في النهايه المباراه مرت بشكل جميل جدا، والاخوه هنا الاشقاء في الامارات مبسوطين جدا 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 بالمباراه، وشايفين ان هم نجحوا في التنظيم، وبيتمنوا ان البطوله المقبله من السوبر تكون يعني طبعا هنشارك فيها اربع انديه تكون افضل ويكون التواجد فيها بشكل افضل. طيب. بالنسبه لانديتنا او للجماهير المصريه. هاني سؤالي اللي جاي دوت هو حدث اثناء المباراه، فما اعرفش الحقيقه اتكلمت مع مسؤولي او الجهاز الفني للنادي الاهلي ولا لا، بس اثناء المباراه الكاف اعلن رسميا ان النادي الاهلي هيواجه الترجي في المباراه القادمه في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا دون جماهير الترجي على ملعب رادس. هل كان في اي ردود فعل في الجهاز الفني او في اداره النادي الاهلي حول هذا القرار؟ بعد المؤتمر الصحفي سالت كولر، كان تقريبا الخبر طلع وفي الوقت اللي كان بنعلن فيه يعني كان الاهلي بيتم تتويجه بالسوبر، سالت كولر بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بشكل شخصي عن رايه في القرار، فابتسم وقال لي لما نرجع القاهره نشوف ونتكلم النهارده السوبر سيبنا نحتفل. عظيم. الزميل العزيز هاني عبد الصبور الناقد الرياضي مميز كعادتك وكواليس مهمه جدا ما بعد هذه المواجهه الكبيره بين الاهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري. جيمبا شيكو المدير الفني لبيراميدز بعد نهاية المباراة كان له أيضا تصريحات مهمة، قال إن فريق الأهلي وأيضا فريق بيراميدز أظهر شخصيتهما للجميع وقدم أداء مشرف للكرة المصرية في ظل سعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز، وقال إن دي تاني مباراة ليا أمام الأهلي في الفترة الماضية وخسرنا المباراتين، لكن بيراميدز كانت لديه روح وكان يقاتل في نهائي الكأس وأيضا في مباراة السوبر للفوز،
وأنا فخور بتدريب هذا الفريق. قال كمان أن الأهلي فريق كبير وقدم مباراة قوية، وبيراميدز فريق كبير وقدم مباراة قوية، والمنافس اللي هو النادي الأهلي فاز بهدف من ركلة جزاء. قال أن احنا أظهرنا للجميع أننا نستطيع تقديم مباراة قوية، وهذا ما حدث، ونشهد لك يا بتشيكو أن أنت عملت مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي. زي ما الكابتن توفيق السيد كان بيتكلم من شوية، كابتن محمود البنا حكم مباراة اليوم هيسافر إلى تنزانيا من أجل إدارة مباراة يانج أفريكانز ومارومو جالانس الجنوب أفريقي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية مباراة الذهاب. هيتجه على طول إلى الإمارات، ثم من الإمارات إلى تنزانيا يوم السبت لإدارة اللقاء. حاجة مشرفة جدا وحاجة رائعة جدا، وشايف أنا تحسن جيد جدا لحكامنا المصريين. طيب نسيب السوبر للحظات، بس هنرجع له تاني، هنرجع له تاني مع ضيوفنا الاعزاء النهارده. احنا عرفنا هنا في برنامج رقم 10 ان اخوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للنادي الزمالك طلب من الكابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى تقريرا عن احمد ميهوب حارس مرمى غزل المحله قبل التعاقد معه بعد ما دخل ضمن قائمه مرشحه للانضمام الى نادي الزمالك. على فكره احمد ميهوب عايزكم تتابعوه، عشان هو فعلا من احسن حراس الدوري المصري هذا الموسم، وعنده مهارات عظيمه جدا. بس انا ما اعرفش بقى هل ده موسم استثنائي بالنسبه له ولا ده اداؤه العادي، فده بيبقى تقييم المتخصصين من مدربي حراس المرمى وبالتاكيد اللجنه الفنيه في نادي الزمالك. مصدر في نادي الزمالك اكد كمان لبرنامج رقم 10 ان اداره النادي ستشترط على محمد عواد تقليل راتبه قبل التجديد في الفترة اللي جاية في ظل رغبة الإدارة تقليل عقود لاعبي الفريق. الزمالك ما اتكلمش مع محمد عواد حتى هذه اللحظة، ولكن عقد اللاعب مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيشرفني وينورني زميلي العزيز محمد جمال، عنده كلام فني حلو قوي عن هذه المباراة، هتستمتعوا أكيد، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مكملين في رقم 10. شرفني ونورني في هذه الفقره كالعاده، يعني بعد هذه المباريات الكبيره. محمد جمال محللنا الرياضي الرائع جدا، اجيم مشرف ومنور حبيبي يا كيم، مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده. انا اسعد كالعاده. النهارده مباراه كانت عظيمه جدا، كنت بتحدث من شويه قلت لما تيجي تشاركني الراي في ده ولا لا. مارسيل كولر عمل اداء رائع جدا مع النادي الاهلي. مارسيل كولر يا كريم، يمكن احنا خلصنا فيه كل الكلام فيما يخص كل المسابقات المحليه، فيما يخص كل المباريات المحليه، هيمنه عظيمه جدا من النادي الاهلي مع مارسيل كولر في الموسم الحالي. خليني اقول لك يا كريم انه في 189 يوم مارسيل كولر، كل مره بنثني على مارسيل كولر، كل مره بنشيد بمارسيل كولر، لكن خليني اقول لك انه مارسيل كولر محظوظ جدا بالنادي الاهلي، والاهلي محظوظ جدا بمارسيل كولر. في 189 يوم مارسيل كولر بيضاعف حصيلته التدريبيه. مارسيل كولر كل ألقابه في مسيرته اللي أكتر من 20 عام، بنتكلم على 3 بطولات، بطولتين دوري مع سانت جالن مع جريس هوبرز، وبطولة كاس في 2019 مع بازل. النهاردة مارسيل كولر مع نادي الأهلي في 6 شهور بياخد بطولتين للسوبر على حساب المنافسين الكبار بتوعه محليا، واحدة على حساب الزمالك في بداية الموسم، النهاردة على حساب بيراميدز بياخد بطولة الكاس من بيراميدز 2-1 في أقل من شهر. بنتكلم على 3 ألقاب محلية في 6 شهور، قريب جدا من حسم بطولة الدوري، البطولة نظريا تقترب جدا من النادي الأهلي، فبنتكلم على هيمنة وسيطرة وحصيلة كبيرة جدا لمارسيل كولر، اللي مش بس بيقدم مردود ممتاز خاصة على الصعيد المحلي وكمان على الصعيد الأفريقي بالوصول لسيمي فاينل بطولة أفريقيا، لا ده بيصدر لنفسه تاريخ مهم جدا جدا. النهاردة مارسيل كولر قدر انه في 3 مواجهات، وللمرة الاولى منذ تأسيس بيراميدز 3 مواجهات متتالية لمدير فني بيقود النادي الاهلي، حتى في وجود موسيماني اللي قدم مستوى كبير جدا وحصل على بطولتين افريقيا وبطولتين للسوبر مع النادي الاهلي لاول مرة، 3 مباريات فوز متتالي للنادي الاهلي منذ تأسيس بيراميدز في موسم واحد مع مارسيل كولر. باشيكو لازال يعاني الاضرار، كل الالقاب اللي خسرها مع الفرق المصرية، نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 امام نادي الزمالك بيخسر، النهارده بيخسر بطوله السوبر، خسر بطوله الكاس من اقل من شهر. باتشيكو وعقده مرسخه، النهارده بيكملها مارسيل كولر. مارسيل كولر يستحق، وزي ما قلت لك كنت ريت كلامي، مارسيل كولر مدير فني كبير جدا، لكن مارسيل كولر محظوظ بوجوده داخل النادي الاهلي. النهارده كمان شفت النادي الاهلي
مش النهارده بس، انا بكلمك النهارده وكل المباريات الماضيه، حتى على مستوى الكرات الثابته تحس انه في شغل بيتعمل في الكرات الثابته. بتكلم الكرات الثابته الهجوميه للنادي الاهلي، وان كان كمان الاهلي تحسن فيها دفاعيا، بس حتى في الكرات الثابته الهجوميه لا هو ما بيسيبش اي تفصيله يعني في اللعب. النهارده وتحديدا قبل ما تجهز اللقطه اللي هنتكلم عليها، انه حتى الكرات الثابته اللي من المواجهه النهارده اتعملت بطريقتين، واحده اللي عملها مباشره علي معلول وشالها احمد الشناوي من تحت القائم، واللي يزيد على ده كمان ان الاهلي بيجيد جدا في استخدام محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم في الكرات الثابته من الكرات الركنيه. النهارده الراجل بيقول لك انا بذاكر قوي، ولو حفظت الكرات اللي على القريبه والكرات اللي على البعيده والطريقه بتاع الكرات الثابته اللي في المواجهه، وما ننساش هدف محمد عبد المنعم الغالي جدا امام المنستير في تونس في الدقيقه 91، كره ثابته من المواجهه الكل انتظر انها تتلعب مباشره في الجون وبيتم اسقاطها النهارده، وعلى طريقه الكابتن محمود الجوهري النهارده اهو، وقف هنا ارجع تاني ارجع تاني، وقف هنا. السقوط بتاع بيرسي تاو الاطوال في مصلحه بيراميد زكريم، فاي كرات مسقطه من المواجهه هتلاقي دايما ان علي جبر هو اللي بيطلع ياخدها او احمد سامي. انت فكرتني هاني رمزي، حسام حسن، طارق مصطفى، مليون في المية. لا افكرك ليه؟ كمل بقى كملها كملها ويلا روح للي بعديها على طول عشان ما تبقاش زعلان يا يلا. حبيبي يلا 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 نفس الكرة لكن دي كرة أرضية تانية حطها بيرسي تاو عشان يهرب من التكتل بشكل أكبر. فده يقول لك حاجة مهمة قوي يا كريم، مش بس ان هو بيعمل كرة اتعملت قبل كده، لا يقول لك ان الراجل مذاكر قوي التحركات والسقوط بتاع طاهر والسقوط بتاع محمود متولي داخل ال 18، وبيرسي تاو الراجل الجناح اللي المفروض بيقطع انسايد هو اللي نازل تحت على ال 18 علشان هو اللي يعمل الباس. التحرك كمان مش بس بتاع تاو، بص تاو لما اتحرك في اتنين لعيبه منتظرين، متولي ان الكرة لو اتلعبت قصيره او صغيره يروح بيها انفراد، اتحطت على عالي كمان يمكن ما لحقهاش في النهايه، لكن الشكل والطريقة والتحضير في المقابل، واحدة أقرب شوية من علي معلول اتحطت مباشرة في الجون، واحدة تانية اتعلقت على القريبة، بيقولك إن الراجل قاعد بيشتغل بيهتم بكل التفاصيل. وعلى طريقة الجوهري كولر النهاردة بيقولك أنا بذاكر كل حاجة وما بسيبش أي حاجة للصدفة وبشتغل. الراجل اتكلم على الوقفات في الكرات الثابتة، اتكلم على استغلال الكرات الثابتة، أدينا بنشوف تطور ملحوظ ومستمر مع مارسيل كولر مع النادي الأهلي. طيب هسألك على لاعب بقاله فترة مميز مع النادي الأهلي، مش في مباراة اليوم بس بصراحة، ودايما أنا أدي المثل ده، تتكلم في لاعب كان بيلعب سنتر باك ثالث في النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني، الآن يلعب وكأنه مهاجم ثاني مع مارسيل كولر، وأحيانا يبقى لاعب رقم ستة قوي جدا، وأحيانا يبقى لاعب بيغطي ناحية اليمين والشمال بشكل رائع جدا، بيعمل كل حاجة في الملعب وبنفس القوة البدنية حتى الدقيقة 120. أنا أتحدث عن حمدي فتحي. حمدي فتحي نسخة مارسيل كولر هي النسخة الأكثر تطوراً. حمدي فتحي هو رجل الاستخلاص، رجل الضغط، رجل الزيادة العددية من وسط الملعب الأول في مصر في التوقيت الحالي. هات لاعب واحد، لاعب واحد في الدوري المصري، لاعب واحد مصري بيعمل الثلاث أدوار دول. حمدي فتحي دايماً تحت الكورة، حمدي فتحي دايماً هو أول خط ضغط من النادي الأهلي بيتواجد فيه حمدي فتحي، حمدي فتحي دايماً. والنهارده وليه نشرح وإحنا معانا الحالات النهارده بتاعت حمدي فتحي؟ واحدة ولقطة مهمة جدا جدا جدا، استخلاص كان ممكن جدا تصفر عن الهدف الأول لبيراميدز، أتبعها ضغط من الدقيقة الأولى، حمدي فتحي بيضغط جنب محمد شريف، بعديها الورك ريت والمعدلات البدنية. ويمكن كنا بنتكلم أوف إير يا كريم، بص وهنا هنوقف، بص اللعيب اللي بيضغط ده اللي بيجري ده كريم جوه 18 بيراميدز، جوه 18 بيراميدز، وركز على جوه 18 بيراميدز، لان بعديها هجيب لك هو بيشيل كره منين. هو حمدي فتحي الدور اللي بيعمله حمدي فتحي محدش بيعمله في مصر كلها. ليه؟ في لعيب بيضغط كويس، وفي لعيب بيستخلص كويس، وفي لعيب الورك ريت بتاعه كويس، لكن مفيش حمدي فتحي في الكره المصريه. نسخه حمدي فتحي هي النسخه الاكثر تطورا مع مارسيل كولر. دي الكره دي وقف هنا، الكره دي هتالي ارجع سنه كمان، هتالي من اولها ارجع كمان قبل الفاول كمان، ارجع. بص يا كريم، الضغط اللي بيعمله حمدي فتحي ده في الدقيقه كام يا كريم؟ في الدقيقه 106. في الدقيقه 106 حمدي فتحي بعد كل المجهود اللي بذله في المباراه بيعمل عمليه الضغط العالي على فرق بيراميدز، وبيستخلص الكوره وبيرتكب احمد سامي مخالفه. كمل بقى اللعبه. معلش بقى، لا وقف ثواني،
سواء بس عشان الساده المشاهدين يفهموا انت بتقول ايه. هيقول لك هو مش هيروح يخطف الكوره، انت تتحدث عن ضغط عالي، هو مش واقف ومستنيه ورا وبيحاول ياخد منه الكوره، ده رايح ياخدها من منطقته في الدقيقه 106. اه دي صعوبتها يعني، بتتكلم على صعوبه كمان المعدل البدني بالزبط. ان بتتكلم على دي 106، لعيب بيجري طول المباراه انه يصل الى ال 106. 2 1 حمدي فتحي والتطور وحفاظه على حالته البدنيه الممتازه رغم ضغط المباريات. 2 مارسيل كولر وجهازه الفني بالكامل، وهنا اخص بالذكر تيزيان اندرياس مخطط احمال النادي الاهلي، ممتاز الحاله البدنيه اللي عليها معظم اللاعبين، واخص بالذكر كمان علي معلول رغم السن ورغم ان اوقات كتير من الموسم كان الاهلي بيفقد علي معلول في اوقات حساسه جدا من الموسم بسبب المعدلات البدنيه، ما شاء الله. والنهارده بالمناسبه علي معلول قدم مباراه دفاعيه في المقام الاول، الراجل قاطع في اخر 25 دقيقه 6 كرات في الثلث الاول من ملعب النادي الاهلي، كلها كانت بتتلعب عليه او بيتم اسقاطها، اما ان هو بياخد راسيات 3 كرات منهم راسيات بيدخل في التحامات هوائيه لحد الدقيقه 120، تحسب طبعا لتيزن اندريس. كمل لي الكره اللي بعديها بقى بتاعت حمدي فتحي، الكره اللي بعديها ده احنا هنا اتكلمنا على الضغط العالي، وفي المرتين كان هو بيثمر ان الاهلي بيستعيد الكره اما عن طريق ان هو اللي بيستعيدها بنفسه او من خلال قفل زوايا التمرير. وخلينا اجيب لك هنا وبص حمدي فتحي اللي قلنا من شويه يا كريم، حمدي فتحي بيتواجد، بص هنا كريم، بص هنا كريم، بص الاستخلاص، عظمة الاستخلاص. مش بس ان الراجل باصص ومركز على الكورة وبيستخلص دون ارتكاب مخالفة، كرة كان وارد جدا من زاوية التصويب دي انها تصفر عن الهدف الاول لبيراميدز. لا انا بكلمك على لعيب هو اللي من الدقيقة الاولى بيعمل الضغط العالي في منطقة جزاء بيراميدز، هو اللي بيشيل الكرة من داخل منطقة جزاء النادي الاهلي بالاستخلاص. حمدي فتحي نسخة مارسيل كولر، هو اللاعب الكومبو الأفضل في مصر اللي بيعمل كل مهام لعيب وسط الملعب سواء مركز 6 أو مركز 8. هايل جدا حمدي، واحد من اللاعبين العظيمة جدا اللي بتقدم أداء مميز زي ما انتم شايفين حضراتكم. من الحاجات الكبيرة اللي عملها مارسيل كولر تطوير أداء حمدي فتحي سواء الدفاعي أو الهجومي. كنت بتكلم النهاردة في الانترو عن محمد الشناوي، تحدثت عن شخصية محمد الشناوي انه لاعب انتقد كثيرا وهوجم كثيرا، الانتقاد منطقي كان في بعض هبوط في مستوى محمد الشناوي، يعني مش بلوم اللي انتقد محمد الشناوي لكن اكيد الوم اللي يهاجم محمد الشناوي وينسى مشواره العظيم الطويل. بس انا واقف كتير قوي عند شخصيه محمد الشناوي، انه في لاعب بعد الانتقادات والهجوم ده كله يتاثر وينتهي تقريبا، يعني في لاعب يرجع تاني زي ما هو وافضل كمان، وتلاقيه في المباريات اللي زي ديت مباراه بيراميدز ومباراتي الرجاء. سوبر شناوي هو رجل المواعيد الكبرى، محمد الشناوي في الموسم الحالي اللي بينتقد فيه وتم انتقاده فيه في اكثر مناسبه، وكان بيمر بالفعل في بعض المباريات بانخفاض في مستواه ملحوظ، تسبب بعض اخطائه في بعض النقاط المفقوده خاصه في الدوري مع النادي الاهلي، كان في صوره خلينا نستعرضها واقول لك انه بس الموسم الحالي دي بعض اللقطات المهمه جدا، الصدات الصعبه جدا او وقف هنا او كل اللعيبه دي بمنتهى البساطة شال منها محمد الشناوي ركلات جزاء مؤثرة جدا 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 مع النادي الأهلي أو كرات صعبة جدا وكان صعب الإنقاذ بتاعها محمد الشناوي. خليني أقول لك إنه إحنا جبنا جزء من كل، وهنروح لمباراة النهاردة محمد الشناوي بيشيل ركلة الجزاء في مباراة ريال مدريد من مودريتش، محمد الشناوي بيشيل ركلة الجزاء محمود علاء في مباراة الاتحاد السكندري، محمد الشناوي وقفنا قبل ما نكمل، محمد الشناوي بيشيل ركلة الجزاء مهمة جدا من الهلال السوداني اللي لو دخلت يا كريم في مباراة 1-0 في ملعب الهلال السوداني في السودان كانت هتصعب المأمورية بشكل كبير جدا جدا على النادي الأهلي، وكانت هتخلي النادي الأهلي محتاج انه يفوز بثلاثية نظيفة. الأهلي كسب بثلاثية نظيفة لكن كان هيبقى محطوط تحت الضغط انه يفوز بثلاثية نظيفة في مباراة سان داونز، والتصدي الإعجازي اللي برجله اللي رد بهدف لحسين الشحات منح الأهلي نقطة في القاهرة بدل ما كان الأهلي كان هيبقى النتيجة 3-1، اتحولت النتيجة 2-1 لسان داونز، اتحولت النتيجة 2-1 للأهلي قبل ما يتعادل سان داونز في اللحظات الأخيرة. محمد الشناوي هو رجل كل المواعيد الكبرى رغم بعض الانتقادات، رغم انخفاض مستواه في بعض الأوقات. النهارده هجيب لك واحدة من أصعب التصديات، وقف هنا، واحدة من أصعب التصديات، وخليني أقول لك هي ليه واحدة من أصعب التصديات وليه الشناوي دي صدة سوبر مش صدة عادية. محمد الشناوي لعيب طويل، المورفولوجي بتاعته لعيب 191 سنتي، لعيب صعب جدا عشان ينزل للأرض من قرب المسافة جوه الستة ياردة وهي محطوطة ببطن الرجل من وليد الكارتي، صعب جدا إنه ينزل. الصعوبة مش بس في المكان، الصعوبة مش بس في قرب المسافة، الصعوبة انه يقدر ينزل في التوقيت ده وفي الوقت ده ينزل ويعمل الاسترتشنج وينزل والكرة أرضية وهو حارس طويل ويشيلها. بالنسبة لي لقطة المباراة تليها لقطة حمدي فتحي. بس الأول بس هات الكرة تاني يا جماعة، لا رجعوها تاني. بص بقى هو مش تحليل لفن حراسة المرمى يعني، بس ألف بيه يعني الكرة جوه الستة ياردة، الكرة سريعة، الكرة وسط زحمة، ضيف على ده بقى الكرة بتعمل بند، هات أكمل كمل، الكرة بتعمل بند كمان، يعني كل حاجة في الكرة
صعبه، عشان في بعض الناس تقول لك ايه يا عم دي قريبه منه، لا لا دي اشبه بالمستحيله يعني، صعبه جدا غير الحراس الافضل في العالم يعني. عشان كده انا بالنسبه لي بدون مبالغه، عشان ما حدش يقول لي انت شايف الشناعه، لا ده التصدي اللي يعمله حارس كبير في العالم، في الهاي ليفل بتتكلم عنه طبعا كاسياس. طبعا عشان كده انا بقول لك النهارده ده تصدي سوبر تصدي احيا امال الاهلي وخلى الاهلي يقدر يدخل في المباراه بشكل جيد. ويمكن محمد الشناوي تاني، دي مش لقطه وحيده من الزاويه الخلفيه دي، صعبه الكره صعبه جدا، التحرك الخطوه الاستريتشنج ان هو مش ثابت يا كريم، وانه خد الجامب من مكانه، لانه لو فكر انه ياخد خطوه او فكر يعمل اي حاجه غير دي كان هياخد وقت وكانش هيقدر ينزل يشيل الكره من على الارض. طبعا تحيه لمحمد الشناوي، النهارده كان واحد من اهم الاسباب اللي ساعدت النادي الاهلي انه ياخد البطوله المحليه الثالثه هذا الموسم. طيب ازاي الاهلي بقى تحصل على ضربه الجزاء؟ ضربه الجزاء اللي تحصل عليها الاهلي تحسها كره مكرره في النادي الاهلي، ده تصدي اخر اللي بحشه، تصدي تاني صعب جدا برضو، قفل الزاويه صعب جدا يعني. طبعا النهارده النادي الاهلي الكوره اللي تحصل فيها كهرباء على ضربه جزاء بدون مشرح انا يعني تفهمنا، هي كوره مكرره في النادي الاهلي. احنا كل ماتش لمارسيل كولر بنيجي نقول بعض الحاجات الجديده اللي بيعملها مارسيل كولر، لكن بقى عنده شبه دستور مارسيل كولر في انه ازاي يضرب ويخلق ممرات طول الوقت، مهما كان الفريق اللي قدامه متكتل او مهما كان الفريق اللي قدامه متمركز بشكل جيد، طول الوقت بيدور على الغلطه وبيدور على التشانل اللي دايما بيخلقها. وقف هنا وقف هنا وقف هنا، اللعيب اللي راجع ده كريم وقف هنا وقف بس خلاص. اللعيب اللي واقف هنا محمود كهربا راجع مع مين؟ راجع مع احمد سامي السنتر باك بتاع ناحيه اليمين ناحيه الشمال. مين اللي الباك ليفت؟ هو كريم حفظ. الاهلي دايما بيدور على اربع ممرات بيخلقهم، ثلاث ممرات بيخلقهم الاهلي دايما، يا اما ما بين ظهير الطرف الشمال وقلب الدفاع الشمال، ظهير الطرف اليمين وقلب الدفاع اليمين، او ما بين الظهيرين. الاهلي كل الفرق بقت عارفه ان هو بيخلق الممرات دي، عارف ان هو بيستهدف المناطق دي من كرات طوليه مسقطه، اما من الخط الخلفي الخط الاول لبناء الهجمه، او من وسط الملعب عن طريق تحديدا عمرو السوليه ومروان عطيه، وما اكتر اتنين بيعملوا الباسز دي، ومعاهم كمان مؤخرا في الاربع خمس مباريات الاخيره حسين الشحات. لان النهارده ظهر لنا لعيب جديد من الخط الخلفي تماما، بيضرب في نفس التشانل، بيحط الكره في نفس التشانل. فركله الجزاء هي مش وليدة الصدفه، هي مش نتيجه مجهود فردي. فضل مصمم عليها كهربا ان هو يروح وعمل الالتحام بشكل جيد، وحط نفسه بذكاء قدام احمد سامي، اجبره انه يلتحم معاه من الخلف، والكره في حيز محمود كهربا، فادت لحساب ركله الجزاء. لكن النهارده خالد عبد الفتاح وبمنتهى الدقه بيحطها في المسافه والمساحه اللي دايما بيدور عليها مارسيل كولر، ودايما كل لاعبي الاهلي بيشتغلوا عليها، اما الاجنحه او طيب. المهاجم سواء كهربا او شريف. خالد عبد الفتاح ابدا في الكوره اللي اداها ليه كهربا، كهربا ابدا زي ما انت قلت في انه يحجز على الكوره وياخد ضربه جزاء، دول كانوا لاعبين بديلين في هذه المباراه، بس بديل اخر تالق النهارده وتالق في كل المباريات الماضيه هو حسين الشحات. حسين الشحات احنا قلنا قبل كده ان هو حسين الشحات هو رجل المرحله، حسين الشحات هو الصانع الاول والمنفذ الاول لكل الخطط الهجوميه لمارسيل كولر. بدا بيرسي تاو يدخل معاه في عمليه صناعه اللعب، لكن حسين الشحات لا غنى عنه. انا عايز اشرح لك الكره الاولانيه اللي تبدو سهله، حرك الكره، بص التحضير هنا طبعا ممتاز من الاهلي تحت الضغط رغم ان وجود اربع لاعبين من بيراميدز، لكن التحضير ممتاز. بص بعديها الكره هترجع تاني لعلي معلول، بص بقى الرؤيه بتاعت علي معلول، لعيب كبير قوي يا كريم، اربع لاعبين واقفين وبيحطها في المساحه لحسين. معلش رجعها بقى قبل ما الكره تروح لحسين، رجعها قبل ما الكره تروح لحسين، وبص ارجع كمان 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 كمان، بص كمان كمان، روح لحد ما تروح لعلي معلول، كمان ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني بس كمان، لا كمان بعد علي يعني، ارجع تحت كمان. انا عايز اوريك بس حسين بيبص فين كمان، بس حسين هنا رفع دماغه بيبص يشوف كهربا واقف فين، تحضير القرار، وده الفرق الكبير ما بين حسين. مهم قوي، عيدها تاني، حسين بيبص لسليم، لا حسين هنا حسين هنا بيبص على كهربا واقف فين، بيحضر القرار قبل ما يعمل، قبل ما الكره تجيله، قبل ما يعمل الباس. ده الفرق الكبير ما بين حسين الشحات ومن احمد عبد القادر، ده لا ينتقص من احمد عبد القادر، لكن الفرق في القرارات اللي بياخدها حسين الشحات وتحضير القرار وتجهيز القرار. مشي بقى الكره، مشي الكره على سرعتها العاديه، هتلاقي انه حسين بعد ما رفع وشاف قبل الكره ما تجيله من معلول، خلاص هو بظهره لف وراح حاطط الباس لانه عارف كهربا واقف فين، وده انفراد. يمكن كهربا حاول ان هو يضمن الكره اكتر من اللازم فطلعت، لكن لقطه مهمه جدا. حسين الشحات وقف هنا، حسين الشحات يا كريم بيديك حلول كتير قوي، بيديك حلول في ان هو بيروح ويحاول يسجل، بيديك حلول انه بيصنع، بيديك حلول ان هو اللي بيعمل لك الترانزيشن، هو اللي بينقل لك الفريق سواء من تمريرات او من بروجريشن، بيعمله ان هو بيحط الكره تحت رجله. حسين الشحات
مليون في المية هو الصانع الأول والمنفذ الأول لكل أفكار مارسيل كولر الهجومية، سواء باللعب الكلاسيكي بالكاونترز أو بالكرات الطولية المسقطة. عظيم جدا. طيب أنا فاضلي دقيقة معاك، دقيقة واحدة بس، مش عايز أختم معاك قبل ما أسألك على أحمد القندوسي وتقييمك أو رأيك في أدائه النهاردة. أحمد القندوسي النهاردة بيعمل حاجتين، الحاجة الأولانية إنه بيأكد لك تاني على المهام الجديدة، البروفايل الجديد اللي خلقه مارسيل كولر لمركز 8، مش للاعب بعينه، مش لحمدي، مش لقندوسي، مش ديانج، مش عمرو السولية. هو بيقول لك إنه كل لعيب منهم بيديله مهام مختلفة، لعيب مركز 8 متعودين عليه هو اللعيب الارتكاز المساند اللي بيعمل باسز لقدام أو بيعمل عملية الربط. خلينا علشان الوقت نستعرض الشغل اللي عمله قندوسي النهارده، خاصة في ال 60 دقيقة الأولى، والشكل اللي كان عامله قندوسي إن هو كان رئة دايما بيتنفس منها النادي الأهلي، ودخول أحمد عبد القادر انسايد كان دايما بيرحل. بص اللي عمل الفنت ده، وهوريك هو بيعمل الفنت تاني، اللي عمل الفنت ده وعمل الكروس هو احمد قندوسي في مركز الجناح مش مركز 8 خالص. هنا فنت ولد. ممتع ولد. فنت ممتع، بعدها تصويبه استتبعها الركله اللي سددها علي معلول. احمد القندوسي النهارده هوريك هو بيتواجد كمان داخل منطقه الجزاء في الشوط الثاني. الكره دي لما تكمل هتلاقي انه اللعيب اللي بيعمل عمليه الزياده بينزل له طبعا محمد شريف هو اللي عمل عمليه السقوط. مين اللي داخل؟ لعيب مركز 8 يا كريم اللي داخل يكمل، لولا انه تدخل معاه وليد الكارتي باجاده كانت هدف محقق والشباك فاضيه بعد التمريره. تواجد القندوسي جوه منطقه ال 18 يقول لك حاجتين: الوعي التكتيكي اللي عند اللعيب اول ما نزل محمد شريف دخل هو كمل مكانه، اثنين التدريب والشغل بتاع مارسيل كولر. مباراه جيده جدا قدمها احمد القندوسي النهارده، وشايف انه هيعتمد عليه بشكل كبير مارسيل كولر خلال المباريات اللي جايه. جيم انا بشكرك شكرا جزيلا، كالعاده تحليل مميز ورائع. اشكرك جدا. اشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الكباتن الكبار كابتن احمد السيد كابتن محمد عبد الله، خليكم معنا. بالتأكيد الكلام مستمر عن السوبر المصري وفوز النادي الأهلي اليوم على بيراميدز بهدف دون رد واللقب الثالث عشر في تاريخ النادي الأهلي في هذه البطولة، مع نجومنا الكبار الكابتن الكبير كابتن أحمد السيد والكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله. كابتن أحمد مشرف ومنور. أهلا طبعا بك يا كريم، ومبسوط طبعا إن معايا عبد الله النهارده، يعني كان وحشني. صح كده أخويا طبعا الصغير عبد الله. صح كده الناس المحترمة اللي لعبت معاها في حياتي. كابتن محمد عبد الله تحديدا بقى صاحب مكان. إيه؟ كابتن محمد عبد الله بيجي كتير هنا؟ بس أنت برضه صاحب مكان. انا كابتن محمد عشان حبيبنا عامل كابتن محمد اخبارك ايه؟ كريم ربنا يخليك يا رب. كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. طبعا مبسوط ان انا معاك طبعا على طول، ومبسوط ان انا بقالي فتره فعلا داخل في سنه وكسور ما شفتش احمد. ومشكله كابتن احمد بيغيب عننا حبه حبه كده، دي اجمل. كابتن احمد دايما بنور الدنيا هنا، حاجه جميله النهارده ما فيش تيه. لا من حاجه جميله انا شفت احمد النهارده والله. حبيبك حبيبك يا كابتن محمد، مليون مبروك كابتن احمد. الله يبارك فيك. النهارده الاهلي فاز ببطوله ووصل هيمنته المحليه مع مارسيل كولر كل المباريات دون هزيمه، ثلاث بطولات محليه حتى الان بجانب طبعا الصعود النصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بدات تقتنع بمارسيل كولر ولا لسه حاسس؟ لا طبعا هو يعني بدا البشار بتاعته. انا فاكر اخر مره كنت قلت لي لا لسه. لا لا انا يعني وجهه نظري ان انا ما بحبش اقيم لعيب او مدرب ببطوله او اتنين خصوصا في الفرق الكبيره. ثلاثه ينفع تقيم؟ لا يعني انا بلعب في الموسم كام بطوله وعلى اساسها واهميه البطوله برضو. اهميه البطوله بالنسبه لي يعني انا بالنسبه لي دلوقتي اهم بطوله عندي بطوله افريقيا. اكيد هي دي بالنسبه لي، هي دي التقييم بالنسبه لي لكولر. لكن هو كمدرب لا طبعا عنده رؤيه كويسه، تغييراته كويسه، بيبان في الملعب. هو عنده شخصيه برضو على اللعيبه بتفرق. النادي الاهلي والزمالك محتاج مدرب عنده شخصيه عشان يقدر يسيطر على كم النجوم الموجوده. لكن طبعا انتصار مهم النهارده للنادي الاهلي قبل مباراه الترجي في قبل النهائي. الظروف اللي حصلت قبل الماتش طبعا وانسحاب نادي الزمالك او اعتذاره ادت برضو اهميه للماتش. انا شايف ان فريق بيراميدز يعني ما يقلش ماتشاته مع الاهلي والزمالك على الاهلي والزمالك مع بعض يعني طبعًا. زي زمان اما كان الجيل بتاعنا كنا نيجي نلعب الاسماعيلي، ماتشات الاسماعيلي مع الزمالك او مع الاهلي كانت بتبقى قويه جدا والناس بتستناها. فطبعا النديه دلوقتي بين الاهلي وبيراميدز ما تقلش عن الاهلي والزمالك. صح عندك حق. شفت المباراه ازاي بقى كابتن عبد الله النهارده؟ شفت تفوق النادي الاهلي على مستوى النتيجه وما اعرفش على مستوى الاداء، انت شفت المباراه ازاي؟ الشكل الفني والتكتيكي في الملعب النهارده من الاهلي وبيراميدز؟ لا يعني المباراه النهارده طبعا اجمل من مباراه الكاس. صح رغم ان هي كانت تعادل سلبي في الوقت الاصلي بالظبط. يعني من افضل يعني المباراه بصراحه مجمل المباراه بالاكسترايم حاجه محترمه. الفريقين النهارده بيلعبوا جيم مفتوح جدا، الفريقين متحفزين قوي لبعض، الفريقين كل واحد عنده الدوافع بتزيد وكل واحد عايز يحقق البطوله. يعني النادي الاهلي عايز يزيد زي ما بقول لك ايه، هو جعان بطولات على طول.
فما ما ما, ما عندوش ما عندوش توقف. لو تفتكر مباراه الكاس، بس بفكر الساده المشاهدين اللي انت بتقوله انه مباراه الكاس فضلوا الشوط الاول كله الفريقين قلقانين من بعض، ما حدش فيهم في عايز يخش والشوط الثاني معظم لحد ما جه الجون في الدقيقه 70 بدا التحرر شويه. النادي الاهلي خلاص بيحس حاسس ان البطوله ضيعه منه زي ما قلت لك النهارده بقى. من السيناريو اختلف حتى في توقيت الهدف اللي دخل. لا النهارده من البدايه بصراحه جيم مفتوح، بيراميدز عملت جيم هايل جدا بصراحه، يعني النهارده امتعونا الفريقين، جيم محترم. حتى برضو كان لبيراميدز توقيت الهدف بتاع الماتش، الماتش الكاس النهارده كان ممكن يحصل في الدقيقه 70 كره وادي الكارتي لو دخلت برضو كان ممكن سيناريو الجيم يتغير. انما طبعا مباراه هايله جدا من المديرين الفنيين بصراحه، كان مستر كولر مع العلم ان هو بيعمل حاجات برضو بيفاجئنا انا شخصيا. ايه بقى تشكيل؟ التشكيل النهارده انت متخيل حسين الشحات اللي هو المفروض نجم الفرقه في الفتره الاخيره النهارده تلاقيه قاعد. كهربا للضجه قايمه عليه والمشكله والنهارده تلاقيه قاعد. ديانج النهارده قاعد، ففي حاجات كده. كندوسي مفاجاه النهارده، انت بتبدا بيه من فتره بقى يعني. ده كويس كندوسي النهارده، ولا كويس صح؟ لعب كويس جدا والنهارده. حتى عبد القادر، حتى يعني عبد القادر على مستوى الدفاع كان كويس، يمكن احسن من الهجومي كمان، رجع في كورتين ثلاثه حلوين جدا. يعني النهارده هو عايز يقول حاجه، عايز يقول ان انا موجود لسه، عايز اقول ان انا مش يعني المشكله اللي حصلت قبل كده ما تاثرش عليا. انما النهارده لا، ادوا بجيم بشكل كويس جدا كان بالاخص عبد القادر. انما برضو انا على رايي ومصمم عليه، وبالتالي على ما اعتقد بقى توافقنا الراي بقى، مستحيل مش مستحيل برضه مستحيل. طيب انت النهارده كان عاجبك بيرستاو؟ انا بشوف بيرستاو من افضل اللعيبه اللي كان النهارده عاجبك؟ يعني انا النهارده كان عاجبني بصراحه. طيب خلاص الى حد كبير. انت انا رايك محترم. طب هقول لك يا كابتن عبد الله، بما انه اختلاف في الراي وكابتن احمد يشاركنا، انا بحس بيرستاو حتى في لمسته في الكوره، استلامه للكوره، قراراته في الكوره مختلف عن كثير من اللاعبين. ممكن ما يكونش اعظم حاجه بس مختلف. امال مصطفى فتحي ده يبقى ايه؟ مصطفى هيعمل مباراه حلوه قوي النهارده، ده يبقى ايه يعني؟ ممكن عشان انت بتقارن يعني ما بين، شوف انا بكلمك بقى لعيب مصري بيرستاو اللي احنا عارفينه يعني. اللقطات اللي كانت بتعرض له في منتخب جنوب افريقيا، لا دي حاجه فعلا تقول ان ده لعيب. بس انت شايف ان بيرستاو متحسن في الفتره الاخيره شويه؟ بدا يتحسن عن فتره موسيماني، بدا يتحسن. بس هو يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك عايز لعيب عنده ثبات مستوى، يعني تبقى على طول 7 من 10، ما تقلش بقى، تبقاش 4 ما تبقاش 5. تتحرك من 10 دي كمان احمد ضعيف، ضعيفه بس ليه بقى بالاخص للاعب محترف؟ بس انت جاي لازم تبقى مختلف عن اللي موجودين. طب انا دي هتفق معاك فيها، ده وضع طبيعي. بيرسي ما عندوش ثبات كثيرا في المستوى، بس انا بقول هو تحسن كثيرا الفتره اللي فاتت. انا بقول لك والله لا، يعني الحمد لله انا متابع جيد وانت اكيد متابع جيد، لان ده شغلك وده يعني ده المطبخ بتاعك زينا. شوف بيرستاو من بعد ماتش احمد سان داونز وماتش الهلال بالاخص، من قبلهم كان يعني مستوى متذبذب. عمل المباراتين دول بصراحه عمل نقله للنادي الاهلي، صح؟ وهو كان نجم الفرقه في الفتره دي. صح. بعد المباراتين دول بالاخص لقيت الكيرف بينزل تاني 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 للطبيعي اللي احنا شفناه قبل كده. صح. مش بيرستاو اللي هو زي احمد بدال. لا وانا ممكن اصدق على كلامك بحاجه كمان هتخلي كمان الساده المشاهدين يخشوا معانا. لو على ثبات المستوى، في حسين الشحات بقاله مثلا 7 8 9 مباريات عنده ثبات في المستوى. بالظبط ده اللي بنتكلم هي فيه. هي الفكره ان بيرسي هو لاعب كويس، احنا مختلف، ما حدش مختلف عليه، بس هو عنده مشكله في الثبات. لا هو هو انت بتقول لاعب كويس، انا عشان اجيب محترف يبقى مميز. يعني في فرق ان مثلا عبد الله مثلا بيلعب باك رايت او هاف رايت مثلا. انا رايح اجيب حد مع عبد الله، لازم الحد ده على عبد الله مستواه 70% اللي جاي ده 90%. لو مستوى عبد الله ما اجيبوش، انا بجيب حد عشان يعني مثلا اي محترف مثلا في لافيو ما كانش يجيب جون في ماتش يقول لك ده مستواه قال. في لافيو على طول مطالب لازم يجيب جوان. جيلبرتو نفس الكلام، لان انت بتجيب المحترف ده عشان هو يبقى يدي الاضافه، إضافة يبقى مستواه يعني على الاقل 25% 30% من اللي عندك. طب بجمله المميزين او الاسماء المميزه النهارده، شفت مين النهارده مميز في تشكيله النادي الاهلي او بيراميدز حتى؟ لا انا شايف الفرقتين كانوا كويس، يعني شايف الفرقتين كمجمل لا الفرقتين ما فيش حد يقدر يقول ان هو النهارده مش مستواه. الماتش كويس جدا، كل واحد في مكانه. الماتش سجال ما بين الاهلي وما بين بيراميدز، فما اقدرش تقول النهارده حد كان مميز قوي. ممكن كهربا ما نزل طبعا عشان التحركات بتاعته. اسالك على محمد عبد المنعم، رايك فيه؟ عبد المنعم لعب كويس، بس يعني انا عنده عايز يبقى عنده هدوء شويه في تعاملاته، ان انت صغير، فالصغير ده المفروض تبقى اكتر واحد ملتزم في الملعب. ما ينفعش ان انت ماتش بيراميدز بتاع الكاس ان انت تضرب من غير كوره في وقت صعب جدا على فريق النادي الاهلي. بالزبط. لان لو بدري شويه كان بيراميدز هيتعادل. طب دي الحته الشخصيه اللي انا برضو محتاج فيها طبعا انه يتطور فنيا، لكن فنيا احسن مدافع في مصر. بس انا بالنسبه لي الفني مع السلوك
يعمل لعيب كويس لكن فني من غير سلوك وديك في حته ثانيه طبعا وديك في حته ثانيه في لعيبه كتير في لعيبه كتير بدون ذكر اسماء طبعا في الاجيال اللي قبل كده كان مستواها الفني قليل جدا بس باخلاقها بتعلى انت غصب عنك بتعلى باخلاقها لان لعيب الكوره مش فني بس لعيب الكوره والعكس صحيح والعكس صحيح في لعيب ممكن يبقى جداً. قوي جدا بس سلوكه ما يخليش الناس تتعاطف معاه او ما ياخدش تقييمات كويسه من الناس صح. هي بتبقى حسبه انت بتبقى لازم تبقى انت عندك مثلا 60% و40% مثلا اخلاقك فتبقى انت اسمك لعيب متكامل صح. والناحيه الثانيه كل مره يصدق على كلامك ويقول كلامك ده عظيم وكلامك صحيح 100% محمد هاني النهارده مستوى رائع جدا لا النهارده هاني وحتى تغييره بالنسبه لي مفاجاه برضه انا اتصور هو تغييره 100% يا اما اصابه او حس بشده لا لا لا, لا هو طالع ما فيهوش حاجه على هو فكره هو مش فني لا لا مش فني آه لا, 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 لا لا هاني النهارده عامل جيم اصورك كمان مقتنع بيه جدا فما اكيدش ما لا لا هاني بقاله فتره شوف يعني لو انت فاكر حلقاتنا اللي فاتت وكان وجهه يعني الخلاف بيني وبين حسن على المراكز بالاخص طبعا لا هاني من بكاترات الكويسه كده احمد سيد السؤال سالنا لك كده حسن وانت اختلفت معايا ده لو محمد هاني في افضل مستوياته واكرم توفيق في افضل مستوياته تختار مين باك رايت يلعب للاهلي اكرم اختلف تاني يلا نختلف تاني انا اكرم لسبب كابتن حسن مستوى ساعتها قال برده اكرم بس محمد اكرم لسبب محمد هاني اكرم عنده سباق مستوى بطريقه رهيبه عنده رصيد عند الجمهور يخليه يستحمله في اي حاجه هاني لعيب كويس جدا بس ممكن يلعب مثلا خمس ست ماتشات كويس جدا وماتش لعب وحش تلاقي الجمهور بدا يقلب عليه تاني لكن اكرم الناس ممكن تستحمله اي حد يسال السؤال ده يقول اكرم طب لو سبنا من الجمهور تمام وانت مدرب فنيا اكرم برضه اكرم لان هم بص الاثنين عندهم نفس المواصفات الاثنين هجوميا مش اقوى حاجه يعني لا بس هاني افضل مش قوي قوي يعني حلوله واحمد بص في اعلى في لعيب يعني مثلا انا هقول لك ايه مثلا سايب معوض هجوميا ولا دفاعيا اكتر هتقول لي هجوميا بص اقول لك في واحد تاني دفاعيا اكتر يعني كنا بنتكلم في النقطه دي انا بختلف مع الناس او مع الناس اللي بتقول لك ايه ده انا عندي بالاخص في حته الباكات باكات الطرف اللي هي الواجبات المراكز اللي احنا بنتكلم عليها بيبقى مطلوب منك الاول ان انت تقفل مكانك او الحته الدفاع تبقى عاليه عندك فانا برضو في نفس الوقت ما انا مطلوب مني ان انا هاجم وبعدين انا بلعب في نادي الاهلي او بلعب في نادي الزمالك يعني المفروض طول الوقت انا فوق تمام الحاجه الثانيه والاهم ما فيش لعيب كره يا جماعه ما بيعرفش يدافع ما فيش مدرب هيبقى شايف ان عنده ثغره في المكان ده ويقدر يستنى على حد لا هاني دفاعيا كويس بدنيا كويس حافظ واجبات مركزه بشكل كويس كرته احسن كمان من اكرم كروس افضل من اكرم حلوله اعلى من اكرم ممكن تحطه في نص الملعب عنده الحته دي حته الغل يقدر يخبط يقدر يقطع يقطع ويسلم دي ميزه ممكن تعمل تغيير تكتيكي جوه الماتش انا بقول لك اكرم فدي ميزه المدرب انت لو مثلا انا بكلم احمد ايه كواجبات مركز او انا هبدا تحول الطريقه وانت بتلعب هو بيلعب باكرة اكرم ممكن تحول الطريقه ل 3 4 3 واكرم موجود في الملعب وده طبيعي ان هو يعني تطلعه تزقه في نص الملعب انا ما عنديش اختلاف معاك في النقطه دي انت عارف الخلاصه في القصه دي ايه انه دلوقتي ان شاء الله ربنا يا رب يشفيه ويعافيه اكرم توفيق ويرجع سريعا للملاعب لما يرجع النادي الاهلي بقى عنده اكرم توفيق ومحمد هاني يعني وعنده كريم فؤاد كريم بالظبط كريم فؤاد دلوقتي بقول لك بقى من ناحيه ثانيه انا كمدرب وعنده خالد عبد الفتاح كمان رائع بقول لك ما هو انت ممكن تستخدم اكرم في نص الملعب صح يعني خلاص انت اكرم بالنسبه لك كريم فؤاد بس كجناح بجناح وممكن خالد عبد الفتاح بيستخدمه كمساك هو اصلا لعب في سموحه خمس ست ماتشات مساك فانت يبقى اما يكون عندك المرونه دي في الملعب التكتيكيه اي لعيب بيلعب في كذا يعني عبد الله كان مفيد لاي مدرب لان عبد الله بيلعب في اي مكان عبد الله بيلعب باك ليفت وبيلعب باك رايت وممكن يلعب في نص الملعب صح. ويلعب وينج فاظن اللعيب ده ما يبقى عندك في الملعب تقدر ما تعمل تغيير جوه الملعب من غير ما تعمل تغيير من بره صحيح حيث مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع كابتن الكبير كابتن احمد السيد وكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا اهلا بحضراتكم مره اخرى طب كابتن عبد الله بس هنتكش السؤال اللي سالته السؤال الاول اللي سالته للكابتن احمد السيد رايك ايه في مارسيل كولر مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره لا هو انا متفق من يوم ما الراجل جه انا قلت لك راجل شغال بشكل كويس جدا في تطور حتى في اداء اللعيبه في الحته البدنيه يعني من افضل الفرق اللي واقفه على رجلي نادي الاهلي النهارده لعب 120 دقيقه ما تحسش ان هم تعبانين او في حاجه لا هو عنده ضغط كبير في مباريات بالظبط يعني ممكن انا بختلف معاه في حاجات مثلا ايه او ممكن هو من وجهه نظره طبعا لانه هو اكتر واحد داير المطبخ ده وشايف اللعيبه قدامها كلها يعني قدام عينيه
حته الروتيشن الكتير او تغيير مراكز اللعيبه او بس ده خلى الفرقه كلها واقفه على رجليها بس انت النهارده بتتكلم ايه في ماتش بطوله. طب انا اقول لك على حاجه بدايه الشوط الاولاني او الشوط الاولاني لولا التغييرات عدلت الكفه شويه، انما الشوط الاولاني كان ممكن النادي الاهلي يطلط بدايه كان بيراميدز هم ليهم اليد العليا النهارده بالاخص او الجيم الشوط الاولاني بالاخص يعني بتالي 70% كان رايح لبيراميدز استحواذ اداء واقفين على الروم بشكل كويس، حتى الفرص اللي وصلوا بيها اخطر من الفرص اللي النادي الاهلي وصلت له. صحيح. فانا بتكلم في حته النهارده هو ماتش ملوش تاني فانت لازم تنزل بكل قوتي بالناس اللي انا شغال بها اخر مباراه، وده مش عيب، وعندك الحلول بقى في الشوط الثاني تقدر تدير عندك لو وصلت الاكسترا تايم عندك حلولك كتير، انما كل شويه تغيير مراكزي دي نقطه الخلاف اللي معاه يعني او دي اللي انا شايفها، انما هو كراجل لا راجل بيأدي بشكل كويس بيرجم بشكل كويس قوي سلوكه وحتى تعاملاته مع اللعيبه زي ما احمد اتكلم لا ليه شخصيه ومصاحب اللعيبه ومد ثقه للعيبه ودي من اهم الميز ان انا لما ادي ثقه للعيب هيطلع ويبدع ويطلع لكل اللي عنده فدي من مميزات الراجل بصراحه. صحيح. انما هو لا هو مدرب كويس جدا بدليل ان هو على الاقل في فتره قصيره لحق ثلاث بطولات. صحيح. وانت وكمان ممكن كمان شهر تبقى بطل دوري ابطال افريقيا. حلو. انا عايزك انت بقى كابتن احمد على حاجه يعني اكيد مريت بيها. كابتن النادي الاهلي لما تبقى كابتن النادي الاهلي كابتن محمد شناوي دلوقتي كابتن النادي الاهلي انت وانت كنت لاعب كابتن النادي الاهلي كان ممكن كتير تتعرض لضغوط او انتقادات في بعض الحالات الفنيه اللي ممكن تبقى متراجع عليك بعض الشيء. دلوقتي محمد شناوي كان متراجع بعض الشيء في الشهور الماضيه، الان يتحسن ويعود محمد الشناوي تاني بشخصيه كبيره جدا. رايك ايه في اللي بيقدمه محمد شناوي او انه يقدر يتخطى هذه الانتقادات والهجوم عليه في الفتره الاخيره؟ ما هو هي مشكله الشناوي ان انت توصل للقمه سهل، لكن انت تحافظ على القمه دي صعب جدا. هو الشناوي وصل للقمه خلاص فان هو يحافظ عليها دي بقى دي عايزه لعيب فولاذي. هو طبيعي جدا ان اي لعيب خلاص بتطلع وبتنزل عادي. القصه بقى ان انت لما بتنزل بتعرف تطلع تاني ازاي. أيوة. هو اللعيب الكبير خلاص بقى في خلاص ما بيلتفتش لاي انتقادات، بيبدا يركز في شغله، يبدا يراجع اخطائه، ودي مهمه جدا. اهم حاجه لعيب الكوره ان هو يبقى مرايه نفسه مش الاخر، مش اي حد تاني هو مرايته. ما ينفعش حد يقول له ده انت كويس النهارده وبتاع وهو يبقى وحش وعارف ان هو وحش ويمشي وراه. لازم تراجع نفسك تشوف اخطائك ايه، تشوف انت ما كنت كويس انت كنت بتعمل ايه، هل انت في حاجه بتاثر في تدريب، هل انت ما بتنامش كويس، ما بتاكلش كويس، ما بتعملش استشفاء كويس. فالشناوي طبعا عنده من الخبرات ان هو يقدر يحافظ على نفسه ويقدر يرجع تاني، والحمد لله رجع تاني. هو طبعا النهارده يعتبر هو اللي مكسب الاهلي طبعا. الكورتين بتاع دودو الجباس وبتاع وليد الكارتي دي كان زي ما عبد الله قال دي تغير مسار الماتش. مر عليك موقف زي ده قبل كده كتير كلنا بص اللي هو مثلا هبوط مستوى فانتقادات كثيره فممكن تتاثر معنويا فازاي ترجع تاني؟ انا كنت بتاثر بس انا يعني جوزيه مثلا كان على طول عارف مثلا شخصيتي كان ممكن لا انت كويس ومفيش مشكله، طب ما انت ياما كسبتنا. حصل معايا كتير. وبترجع تاني باللي حواليك يعني برضو اللعيبه اللي حواليك بتبدا ترجعك بتحسسك بالثقه، انت مش مشكله ده كله بيبقى وحش تقدر ترجع تاني. فدي حصل المواقف دي هتلاقي حصل مع عبد الله وحصل مع كل لعيبه في مصر. هي بس القصه ان انت تعرف تهدى وتبقى هادي وترجع تاني لحياتك الطبيعيه وترجع تشوف ايه اللي انا كان بيخليني كويس واعمله. صح. اسالك على حمدي فتحي، لعيب اصلا كويس طبعا بس في تطور مش طبيعي في مستوى احمد فتحي على مستوى الدفاع والهجوم، شايفه ازاي؟ ما هو ده زي ما قلت لك ده يرجع للمدير الفني ده شغله. يعني احنا كنا بنتكلم مع موسيماني حمدي فتحي كان بيلعب ليبرو وكان بيأديها كويس برضه بيأديها بشكل كويس. بس التطور اللي بيحصل دلوقتي ان حمدي فتحي تلاقيه سترايكر على طول ليه جوه ال 18 بيسجل وبيكسب نادي الاهلي، لا ده شغل الراجل ودي طرق اللعب اللي احنا اتكلمنا فيها او اللي هي طريقه 4-3-3 ان مطلوب طول الوقت من الثمانيتين هما اللي رجلهم جوه على طول اللي جاي من تحت اللي محدش شايفه بمعنى اصح. لا فحمدي والاجمل من ده كله ان حمدي عنده الاستجابه. في لعيب ممكن تشتغل معاه ما يكونش الاستجابه عنده عاليه زي ما هو محلك سر ما بيتحركش، لا ده حمدي الراجل اشتغل وحمدي ساعد ان هو يظهر بالشكل ده. الاثنين زي ما بقول لك هي منظومه واحده، الاثنين ساعدوا بعض والاثنين نجحوا. صح. وفي الاخر وفي المجمل النادي الاهلي كسب مدير فني محترم وكسب لعيب يقدر يؤدي ويقدر يشتغل في اكتر من مركز، بيلعب 6 يلعب 8 يلعب ليبرو يلعب مساك ما عندوش مشكله. حمدي فتحي هو من النوع كمان يعني عايز اقول لك ايه فصيله احمد فتحي غلاوي وضرب. أيوة. ومع وقلب وروح من اللعيبه اللي الناس بتحبها بمعنى اصح. انما لا حمدي فعلا في تطور طالع ومكسب للنادي المنتخب مصر الفتره اللي جايه. طيب عظيم جدا. من الحاجات اللي كانت النهارده في المباراه شكلها غريب شويه هي محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بقاله فتره غايب وبيشارك
لما تحدثنا على البدلاء اللي شاركوا النهارده مع النادي الاهلي اتكلمت على حسين الشحات، اتكلمت على كهربا، اتكلمت حتى على خالد عبد الفتاح، بس برضو ما اتكلمتش عن قفشه، ما حسيتش بيه رغم انه بقاله فتره ما بيلعبش، رغم ان احنا نتحدث عن الركيزه الاساسيه في هجوم وشكل النادي الاهلي على مدار مواسم ماضيه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى قفشه تراجع كل هذا التراجع؟ اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، ان هو انت حصل لك دروب وانت مشيت مع الدروب ده خلاص، انت مش عايز ترجع بقى قفشه اللي انت الناس عارفاه اللي كان اصلا ما بيلعبش، الناس كلها فين قفشه؟ احنا ممكن نخسر النهارده. هو لازم يراجع نفسه، لازم يشوف ايه الحاجات اللي كان بيعملها اللي خليته كويس، اللي كان خليته محمد مجدي قفشه اللي الناس بدات تقول ده مكان ابو تريكه ومكان عبد الله السعيد. فهو لازم يراجع نفسه، ان قفشه عنده امكانيات كويسه، ما ينفعش ينساق ورا السوشيال ميديا وقفشه وقفشه يمشي وقفشه قاعد. برضه هو دلوقتي في فتره تجديد وممكن ما يكونش حد يتكلم معاه، برضه دي انت لازم تثبت. يعني حسين الشحات حصل له دروب من اول موسم، حسين الشحات دلوقتي ما بيلعبش، الناس تقول لك حسين ما بيلعبش ليه؟ مع ان من فتره ما كان حسين ما بيلعبش الناس ما بتهتمش. ف يعني انا من محمد مجدي قفشه من الناس القريبه مني جدا، يعني انا كنت وكيله وما كنت معتبر النحاس، وهو شخص محترم جدا وشكله شخص مؤدب جدا. فهو لازم يراجع نفسه، لان النادي الاهلي عايزك على طول في التوب فورم، عايزك على طول 7/10، ما تقلش عن 7/10. فان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يتحسن. وفي حاجه عايز اقولها برده على مصير كولر، هو في ميزه كويسه، انا واضح ان هو بياخد بالتدريب. برافو عليك. واضح ان هو بياخد بالتدريب، ومفيش مدرب بيعمل الكلام ده. يعني احنا مانويل جوزيه نفسه ما كانش بياخد بالتدريب. مانويل جوزيه هو عنده لعيبه مجموعه هايله، عنده 14 لاعيب بالكتير قوي، وبعدين عنده ناس اساسيه. وده واضح ان هو ما عندوش حد اساسي. يعني البدايه النهارده هات البرامج كلها امبارح، كل انا كنت في برنامج بالليل، كل التوقعات نلعب بتشكيل مباراه الثلاثه اللي قدام، محمود متولي مكان ياسر ابراهيم، الثلاثه اللي قدام كهربا بالزبط. كهربا وبيرستاو وحسين الشحات. عبد القادر بقى من فتره كان عامل مشكله مع الراجل، طبيعي جدا في مدربين يفضل على الاقل ممكن نص موسم ما يلعبوش، يشيلهاله ويبدا ويفضل ضغط عليه. واضح ان عبد القادر لا، بعد المشكله دي الولد اتمرن كويس واشتغل، الراجل شاف ان هو الاقدر، ان هو الاقدر ان هو يلعب في المكان ده، راح ملعبه. نفس الكلام شريف، محدش كل النهارده توقع كهربا اللي يبدا. كهربا الفتره اللي فاتت هو احسن مهاجم موجود في مصر، كل النهارده بداش الماتش، معنى كده ان الراجل بياخد بالتدريب. الراجل بيوصل رساله للناس ان انا باخد بالتدريب، اللي مش هيبقى كويس مش هيبقى موجود معايا. هايل. طيب حاجه بعيد بقى عن مباراه اليوم، ولكن حاجه انتوا عشتوها، يعني ملعب رادس في تونس النهارده، الكاف اعلن رسميا ان مباراه الاهلي والترجي يوم الجمعه اللي جايه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في رادس، في ملعب رادس دون جماهير، حرمان الترجي من جمهوره في هذه. الترجي خد اربع ماتشات. مباراه زي دي الاهلي يستفيد قد ايه بغياب جمهور الترجي عنه في رادس؟ حتى لو بجماهير الاهلي هيكسب، حتى لو بجماهير. الترجي مش في احسن حالاته، ونادي الاهلي في الفتره دي في افضل حالاته. مش هقول لك على الاقل فنيا، لا معنويا. وده دافع كبير. النهارده بتاخد بطوله، النهارده انت خلاص متصدر الدوري وخدت الدوري. من شهرين خدت كاس، من شهرين قبلهم خدت كاس برضه، اكتسب سكه كل شويه. فكل شويه الدافع بيعلى والحافز بيعلى. فقيس على ذلك كمان ان الترجي مش في افضل حالاته، مش الفرقه المرعبه، مش الفرقه اللي تهيب، مش الفرقه اللي تخوفك. صحيح. انت لعبت الترجي وكان في احسن حالاته ورحت كسبت هناك 3. مظبوط. انا هديك مثال بسيط. نادي الزمالك السنه دي، من يعني مش نادي الزمالك بتاع السنه اللي فاتت، كسب الترجي 3. صح. فنادي الاهلي قادر يعدي مباراه هناك بمكسب مرتاح، ويقدر هنا يكسب بمكسب مرتاح ويوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله. الماتش ما يخوفش ان شاء الله. اللي يخوفك حاله اللعيبه. صحيح. حالتنا احنا كلعيبه. صحيح. احنا في التوب فورم بتاعنا كويسين، هنعرف نعدي المباراه دي وهنتمشي زي بقول لك ايه، تعدي مرور السلام. لا قدر الله ارجع لمباراه الوداد، مهما يكن حتى لو كان في يعني الناس جايه ضدك، الجواب زي ما بيقولوا تخبى مش عارف ايه الكلام ده، بس اللعبه ما كانتش في حالتها. لو اللعبه كانت في حالتها في مباراه الوداد كان النادي الاهلي يقدر يكسب. نفس السيناريو ده اللي بيحصل السنه في الترجي. كابتن محمد عبد الله انا بشكرك شكرا جزيلا، كالعاده بتشرف. حبيبي يا كابتن كريم، ربنا يخليك. كابتن احمد شرفت النهارده الدنيا، انا بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كريم. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. مليون مبروك للنادي الاهلي سوبر الكره المصريه للمرة الثالثة عشر في تاريخه. أداء رائع جدا من النادي الأهلي، وبصراحة أيضا كان أداء رائع جدا من نادي بيراميدز. قدموا لنا مباراة مشرفة كبيرة على أرض الإمارات، وده كان ختام حلقتنا النهاردة. أشوفكم يا رب على ألف خير.